مشيت غير نظرة من عيونه باش بلاني راه كواني اش داني تاي تراري 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 تاي تراري تراري تراري. سمحوا لي نقدم لكم نفسي، انا السعدية وكاين اللي كيسميني سعاد. هاد الناس اللي خدامه عندهم ربوني وانا يلا عندي 7 سنين، الله يعمرها دار. ناس ما فضلتهم قدامكم كيعاملوني بحال بنتهم. حبيبتي كنزه مولات الدار، امراه طيبه وغزاله. الضيفو اللي فيها انا بعض المرات كتطلق علينا شي كذبات يزلق فيهم جمل، ولكن واخا هكذاك قلبها ابيض. اما واحد عزيزي عثمان اش غادي نقول لكم عليه؟ الاوصاف المزيانه كلها تجمعت فيه، طيبوبه، الكرم، حب الناس. ما عمري شفت شي راجل بحاله. هو يا سيدي كيدير مهندس بلدي، كان في الاول في تطوان، نقلوا لبني ملال، عاود نقلوه، عاود نقلوه، عاود نقلوه، عاود نقلوه. وهادي عاد باش ولا هنا في الرباط. هاد الفيلا ما شاريهاش عزيزي، غير ورثها على باه، ولكن حبيبتي في اطار الكذوب كتقول باللي هي اللي ورثها على باها. حتى عزيزي في واحد ديفو، داخل سوق راسو كثر من الجد، سد عليه. كيقول لك انا وظيفتي ما كتسمحليش باش نفتح علاقات مع الناس باش ما يتصروش عليا. مهم ما نطولش عليكم، انا مع هاد الناس الحمد لله عايشة بخير وعلى خير. حاجة وحدة اللي مدوخة لي دماغي وشاطنة لي بالي، ما عرفتش علاش ما عمر شي واحد ما جا خطب فيا والله. مع انني انت ما كتشوفوها، محسونة ومخلقة وربت بيت ممتازة. إوا دابا أنا راه عندي 34 عام، ها ما بيناش عليا. يا سلام. أبدو أصغر من سني بكثير، عطوفة وحنونة، أرغب في الزواج من شاب له وعمل قار ويقدر الحياة الزوجية. لا بأس إن كان مطلقا أرملا أو متزوجا. شريطة أن يعدل بين الزوجات. من يهم أمري المرجو الاتصال بي على موقعي في الانترنت www.saadam.com. نعم أنا حبيبتي. هنا حبيبتي عاد البارح حيت القوس برجلها كانت مرسة بطات في الحمام. وكتقول للناس برانين بالحق بلي سيدي كانت فاريز، وملي جات نازله من الطياره تلوات لها رجلها تسلم من الطياره وتهرسات. هنا حبيبتي هنا والله اون ما خفت من سخط الوالدين حتى نبيعها ونتهنى. الوالد الله يرحمه قال شراها ليا اوضو في عيد ميلادي. وكتبها بسميتي وسامي، قال لي ويا انزع ويا تبيعها او تفرط فيها، خليها تشم فيها ريحتي. ولا لا سنين وعوام وانا انظر في رقاني وانشم، وليت بحال شي شمار الله يعفو عليا. السعديه بنتي هنا تعب علي ابنيتي. فين انت نص نهار هذا وانا نقلب عليك؟ طلعت لفوقي ما لقيت شي، هبطت لاقاف ما لقيت شي. فين انت حبيبتي؟ كنت كنسقي المحاق ونزل داك الشيء من يدي وشي شري الجورنالات يا عزيزه. الجورنالات واخا اش
ساي الصواب والاداب اللي مربيه عليه ملي انت ضاوعه. مالي حبيبتي شنو درت؟ علاش ما سولتينيش؟ يبقى ترجعتي لي انت مهرسه. اسمحي لي حبيبتي اسمحي لي. خيانه على العماله. وكي بقى رجلتك حبيبتي؟ الحمد لله، غير انا اللي حاسه براسي ماشي هي هذه. مالك ياك معيانه؟ ما عياناش غير وانا مهججه. الحلا يعطيك ما يهجك. ونشوف يا بنيتي، حلمت واحد المنامه البارح مقفصه مطلصه ما فيها شي ما يتشاف. خير وسلامه حبيبتي. لس لس، حلمت لالا بحال اللي غداش يحضر. ياه. ها ومقشطة بنتي ولابسة الدهوبات ديالي قولها. وغدا يا لالا في شي طريق بوحدية. هو يخرج ليا يا بنيتي واحد الشفار مارح بنتي، وجبد عليا واحد مولاي سقين وقال لي نزلي داء الدهوبات ولا غنحرق. قلت له انا مزوقه فيه، انا مزوقه في السيادة الشفار. خذ الدهوبات، خذ هاد العشرات المليون اللي قمت غدا بهم الغرامة. غير وان يا سيدي ما تقصني شي. ايوا وضحيتي يدي في الساق بحال اللي زعما غادي نجبد له الفلوس وانا نجبد الفردي. حبيبتي وعطيته بقرطاسة وحدة للراس، قطا قطا طرت الله حتى طاح قدامي. ها ايد ودا اي فرق لها. حبيبتي على منين جاك الفردي؟ ديال عزيزي. ملي شافني لالا خارجه دايره ما فرض الله عليا ومقشطه ولابسه الذهوبات ديالي قولها علي انزا كنون عام عثمان. قال لي هز السلاح مع رش فرا اطرو. وعلى عزيزي عنده الفردي؟ الله يهدي قلبه. لا معلوم عنده الفردي، المسؤولين الابار قولهم بحال عزيزه مرخصين لهم باش يقون عندهم السلاح، اي خافوا عليهم. هكذاك حبيبتي. نعم. واش نطرى ملي قتلتيه؟ واش غادي نقول لابنيتي؟ تجمعات الجوعه وجاو البومبيه والجدارميه والاوميساريه والجدارميه وبداو غايأيدوا في الاوسطى. ايوا غير عرفوني شكون انا. وراجلي مسؤول كبير هما بداو اي طرط او. ماري حبيبتي شتا اي طرط او؟ اي طرط او في الصبابط اي ارض فوليه. سامحة وطلبوني صراحة مؤقت بأفلة. إوا الحمد لله الحمد لله حبيبتي على طول الله الحمد لله. اش 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 إلها فقط ولا بقى؟ مازال. وسير فيقها ولا تنوض برقة من العز؟ وخلي حبيبتي نعسها اليوم غير الحد. قلت سير فيقها تنوض تفطر باش تجي تعاوني. ماشي أختي خديجة وولدها أريم ما جيني تغداو معانا؟ أنت خديجة غتغدا معانا؟ سوا حسن شوف داك المرايا عبد الله كتعجبني كتعجبني. متولة متولة. إوا حتى هذا شيخ العزارة ديال خايل مهدي تا هو ماجي من أزا بلا مقا. بصح حبيبتي بصح غايجي ويبارئوا لي تحية الأب. حبيبتي. نعم. هذاك خوك المهدي كون غير زوجته. إوا السعدية خاصو هو يبغي. ألا لا خاصو هو يبغي، ما بنات الناس ما أثر الله غير هما موجودات. والله إلا لا موجودات هالدري قدامك راه غير اللي ما بغاش. ونزيد السعدية نزيد. نعم. ماشي اليوم راني غادي نقشر جيلتي اللي انت مهرسة. بصحتك يا حبيبتي تستاهلي. برات رجينا برات رجينا برات رجينا خصها شي نقشة. النقشة هي اللي خاصها نقشة. الله يعطيك ما تقول. صباح الخير عليكم. صباح الخير لالا. ماما صباح الخير. صباح الخير. عم دراك صبحات الرجيله. الحمد لله اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. الحمد لله. سعديه اختي عافاك اختي جيبي لي فطوري لهنا. اجي اختي تفطر علاش لا. اش 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 سعديه عاد صوبت الصاله اتعاود ترول هلا انت حمقه ولا مالك صرفت مع با بابا فاق راه وافق وراه هو يفطر في البالون ولا شوف هز فطار وسير فطر في البالون الاخر اللي قدام لا بيسين. مال انت اضحى اضحى انت سير سير الجرائد اضحى
حبيبتي اسمك الله يعطيك السر. واش الجرائد والجورنالات؟ الله يعطيك المساقول. سير ماما بصح خالتي خديجه غتجي تغدى معنا هي وكريم. اي هلا لا وحتى حبيب حتى هو غادي يجي. مزيانه غايجي ويبارئوا ليا تحياد الأوز. نتجمعوا شحال ما تجمعنا. وفي الحقيقه انا كنت ناويه ندير شي حفله كبيره ونعرض على عيالات المسؤولين الكبار ونعلم التريتورات والاجواء والدقاطر المراشيات واللعابات وندير الهاند اب. ايوا تعالى لا قلت مع راسي خمنت قلت اجي يا انزا هادو الفلوس اللي تمشي تخسرهم في الحفله علاش ما تعاونش بهم اختك خديجه ونشوف يا بنيتي نشوف خديجه وعلام حنا فين هي هاد الايامات والمشائيل فين تخبط مسيئنا. سمعت ماما راجلها موقف من الخدمه. يا لالا السؤال وتهما ابسط الله قالوا له عايرتي المدير في الخطبه. خطبه؟ ايه اين خطبه؟ على ما اتعرفش عزيز الصديق النهار وما طال هو اي اللي خطب على الخدمه. ايوا الناقبين هما هادو ديما معرضين للاستفزازات. وكان ماما غير خدم ليهم الاول ها هو شد الدكتورة وجلس كيشوف فيها. أحيانا على ضأس حتى هو ما عنده زهر. عيت مرغب با علي زعما يشوف له شي خدمة على الأوله على كل شي مقلو يديرو هي يتوسط لشي حد أو يرغب عليه. قال لي الليلة مشارك بشي مسؤول على شي حد هذا المسؤول بالمقابل غدا ولا بعد غدا هو غيرغبو على شي حد وغيولي اليوم عندي غدا عندك اليوم عندي غدا عندك هو هاد الأمور ما يبغيهاش. إوا راه عنده الحق ماما هذا هو الضمير المهني. الضمير المهني هو اللي خرج عليه هو دا النهار ملي رفض يسيني الرخصة لشي مسؤول. ألا صوه ألا صوه قالوا له سيرت إلس بحالك سيرت إلس بحالك حتى يوصل قرار الانتقال. أنا بعدا متفقة معاه بما أن داكشي اللي في البلان مخالف القانون ما خاصوش يسني عليه. الله يهديك الله يهديك والله يهديك أنت يا ماما باش تسوى الأمور خص لابد من تضحية والإنسان هو اللي يبقى شاد في المبادئ ديالو. المبادئ هائلي المبادئ راهم قالوا أيلو يبرحوا بالمبادئ هم اللي استعطاتهم المسؤولية ما عرفوا غير اللي ليهم. إني على المبادئ خلينا دابا عفق من هاد الهضره على الصباح ما اطلق شي اشنو طرا ليا. شنو ماما تعرض ليا الشفر؟ الشفر ملي كنت خارجه للعرس بغا يسرق ليا الذهوبات ديالي وقتلته. اويلي وقتاش هاد الشيء؟ البارح في الليل. البارح في الليل ولكن البارح في الليل انت ما كنتي حتى في شي عرس. دابا تقرايها في الجورنالات وفي الجرائد دابا تقرايها بالحق. لا مو حلوه شي اتبوع ملي عرفوني شؤون انا وراجلي مسؤول كبير غايضمصوا القضيه ما يتبوهاش. اويلي يا ماما اويلي يا ماما اش هاد الهضره عندك؟ وتقطي بيا يا البيبه هادي راه غير من ما ادبا ما اتعرفشي ماما مره اتجهت ادب شي اديبه وعليا حرام عليك خلعتيني. صباح الخير عليكم. صباح الخير. كيف صبحتي يا بابا لاباس عليك؟ الحمد لله بخير وعلى خير. الحمد لله. علاش ما بيناش عليا؟ شو من انت في عار الله خمسة والخمامس والذهب في الامانج الغزاء. يا بنيتي يا بنيتي حضر عيني اوعي براس وسير تفطر. قول لي السعديه مازال ما جابش الجرائد؟ مشى تجيبهم. عثمان غتعطينا اخي شويه ديال الفلوس باش ندور مع اختي خديجه راه غادي تتغدى معنا اليوم. وعرفتيني غادي نقول لك لا لا سيما اختك خديجه انا لا غير طلعي في اختك واللي احتاجيتي موجود. الله يجازيك بخير اسدي عثمان ونشوف تاني على مشائل فين هما هاد الايامات وعلى محنا ودا الراجل مسكين تاني شنو مدوزين عليه. ايه مسكين والله الا كيبقى فيا الراجل نقابي مناضل ينوضوا يلصقوا ليه توما ويوقفوه من الخدمه اش هذا ما هذا كيحرض العمال على يضربوا اعمال الشغال وسب المدير. ايوا نفرضوا كاع سب المدير
واش قال لي سب الموديكاسيون نوقفوا ليه الرزق؟ بيني وبين عثمان حتى هو فمو محلول لسانو عور. واش كاع اللي بغى يدافع على حق نسميه لسانو عور؟ الله يهديك. والله يهديك انت. هادو ديالنا كنزا بغاوك تخدم وتحني الراس وتطبق جميع التعليمات وراسك محني. واش هادي هي الديمقراطيه؟ صافي على لا فطرتي. خديت غير العصر حيت القهوه بردات. وام سخنتيها؟ ماما منين جبتي اختي هاد العكس؟ منين جبتيه؟ راه ما مزياش تبقى بلا فطور. انا ملي ام صغيره وانت لالا انفطر بعشرة ديال البيضات مفقوسين في طاجين ديال الخليع وجوج ديال الخبزات وحده لالا اندهنها بالسمن والاخرى عند الاهاب العسل وبالرد تاي عشاري بلا الاويكوات. هاكلي هاكلي الله ما هاكلي هاكلي مالك وحاولي على راسك شويه وقولي بقي ويلي عشرات البرار الداتاي واش نزيد يا كنزة ملي كنا صغار والدينا الله يرحمهم ما كانوش كيشبعوا حتى في كرشهم حيت كان كل شيء بالبون. واش نسيتي يا من البون؟ باقي عقل عليا من البون ياك؟ انا ما امشي فيا من البون. انت بقى ما تزاديت. اي ماما مازال صغيره. وقتاش تزاديت يا ماما؟ وعلى حسب ما قالوا لي ملي قبضنا الاستقلال. لا ملي درنا المسيره. ايوا وهذاك الشيء اللي مقيد عندنا في الحاله المدنيه على من غادي نحسبوه؟ غلطه. كيفاش غلطه؟ غلطه ابا الله يرحمه ويجلل عليه الرحمات ملي مشى يقيدنا بدا غير يقيد ويحط يقدر ويحط يقدر ويحط. دابا شكون اللي كبر انت ولا خالتي خديجه؟ ترايد. لا 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 جاوبي على السؤال. قالت لك شكون اللي كبر؟ واش انت ولا هي؟ شكون اللي كبر؟ هي اكبر مني غير با الله يرحمه ويجلل عليه الرحمات. قلت انا عزيزه عليه صبقني انا الاولى. اها وملي تزوج شي بابا شحال كان في عمرك؟ وملي تزوج بابا دا الساعه ما بين دا ال 11 12 الام اختي صابحين دايرين ليا الاستنطاء على الصباح. ما الام شغل ام من على هاد فضيحه العرض من ولا لا 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 ظهر نتوما ما عند ام شغال ما تقضوا. نمشي انا نشوف شغالي. يا لطيف يا لطيف ما بقى عندهم تشغل غير هذا كبير هذا صغير الله يخليها قاعده. هاد ماماك الله يهديها وخلاص ما عندها شي معدة ليها ملي يتكلم ليها على السن ديالها. ماشي غير ماما كاع العيالات ما كيبغيوش يكبروا. قال ايه حولهم وراه ماشي غير العيالات راه حتى بعض الرجال فيهم هاد الضعف. والله الا شحال من واحد كنعرفو غير كيوصل هذيك 60 عام كيخرج تقاعد كيكثر فيه النقير. ما كتسمع غير داك الساعه راه كاع ما كانت الحاله المدنيه. والدينا الله يرحمهم كانوا أميين كاع ما كيعرفوا الحساب وسير وسير. وهو كتلقاي تاريخ الميلاد ديالو مرسوم في وجهو بالسنه والشهر والنهار والساعه والدقيقه. اي والله يهديهم وخلاص كنا غادي نكبروا. صباح الخير عزيزي. صباح الخير امتي. ها الزورنا ناس. ارا نشوفها. هادو هاد انتي راه اسمهم الجرائد. عارف عزيزي ولكن انا كيعجبني نلقاي الزورنا ناس. ياك. والله. وسيري وجدي لي اخي وسيري. هي الاولى عزيزي. حتى انا السعوديه. واخا. اسمع اسمع بابا هاد العنوان في الصفحة الأولى. صندوق آخر من صناديق إدارة الدولة يفلسه الاختلاس. إوا اسمعي حتى أنت هاد العنوان. عنوان يتسك في عنوان. إلى متى والأيادي القادرة تتلاعب بالمال العام؟ مدير جديد ينضاف إلى قائمة المديرين الذين لا يديرون إلا مصالحهم الخاصة. اسمع اسمع واحد آخر. لجنة التفتيش تكشف عن خروقات تقدر بملايين الدراهم ولا زال التحقيق جاريا. واش هاد الناس ما عندهم ضمير؟ دابا هادو اللي كيسرقوا الا جينا نشوفوا المانضات اللي كيشدوا تقول الفلوس عندهم غير شيطه. اش ناقصهم؟ اش ناقصهم؟ اللي ناقصهم يا بنتي حب الوطن.
لو كان كانت عندهم غير على هاد البلاد ما يسرقوهاش. هاد الشي كثر بابا. هاد الشي كثر، ولكن ما حد حتى واحد من هادو اللي كينهبوا اموال الشعب ما خدا الجزاء ديالو وخدا العقاب اللي كيستحق غادي نبقاو ديما هكا. ايوا عزيزي. ها راه بنتي هكا إيلام. ها راه اختي. راه شكرا. قالت لك حبيبتي الا ساليتي اجي تعاونينا، واخا تنقي معانا غير الزنجلان. الزنجلان غادي تصوبوا الحلوه؟ لا غادي نرشوا على البرقوق. البرقوق انا خلطه عليك. الو هيا هو هذا، شكون معايا؟ اهلا سي ادريس، لاباس عليك؟ وفين هاد الغيبه اخي؟ توحشناك. نعم ايه كنسمع كنسمع غير كمل. ايه ايه سي ادريس اسمح لي، انت راك صديق وعزيز، ولكن هذاك الملف راه يستحيل واش نوقع عليه، لان هذاك الشيء اللي فيه كله غير قانوني، وانا هذا الشيء راه كتبته في التقرير ديالي واللي عطله عطاه. اسمع عافاك، التهديدات راني سمعتها ورانا قد مسؤوليتي، ما تخافش عليا. ياك السيد الرئيس قال لي سير جلس في دارك حتى نصيبتو لي قرار الانتقال. ايوا سيدي انا جلس في داري. شوف الله يخليك، والله واخا ينقلوني للثلث الخالي راه يستحيل واش نتنازل على المبادئ ديالي، وانت راك كتعرفني. يعملوا اللي بغاو شغلهم هذاك، غير ما تحسبش عليا بلي انا وقعت على واحد المشروع ما متوفرش فيه الشروط القانونيه. ايوا اللي تسمع مني هو هذا. اجي بعدا ياكم اللي كاين اللي كانوا كيناديو بالوضوح والشفافيه ولا صافي سبع ايام ديال الباكور سالات. اشوف شكون. شوف دابا خلينا من هادشي، انت فايت في القوى المعلومه تسناني تما انا جاي، واخا تما نكملوا الهضره الله ينيك. اشوف شكون، نمشي نقنع هذا الصديق ونأكد ليه باللي المبادئ ما كتباع ما كتشرى. لما شرينا نتنزه. بالاموال اعطانا للا فيها 15 مليون.
مليون. 15 مليون صباع. ساعه يا الافرى بالله اطلق والو نون 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 يا احل العيون ما تقرصي الزواج على فمها حتى تسالي الفرماسيان ديالها. فكرتيني بعدا، قولي لي شنو دارت في قضيه الفرماسيان؟ ايوا اختي شغنقول لك، ما خلينا شي معاها من جهتنا. باها مسئين قال لها نشري الحانوت، انا قلت لها ما اين مشكل نعاون نشري الدواء القطن والدواء الحمر والبومادا والدونتي فريز واسبرو اسبرين والسهله والاواليد. ايوا وتستفدا شي بحال الفرماسيانات القبال المعتبرين وتسال عواها وتبيع. صايا قتل لا هي باغية تعتمد على راسها وتاخد الاريدي من البان. اراه يا بقى مال اختي مال انت واقفة حلا فمها قافية. الله يبارك فيك يا مولاي. أويلي شكون دادا مباركة؟ دادا مباركة دادا مباركة. أويلي أهلا الحبيبة تفتكت لإليا. أخبارك لاباس عليك؟ صحتك معز عليك طيبة. هاني يا زماني هاني انا خارج ياك ما خسرتك شي حاجه. ايوا لا جات على خاطر دابا عندنا الضياف جيب لنا شي حويجه باش نزوقوا الطابله. جيب بليا شويه ديال الروفيتون انامار ويلا لقيت ليا حتى لافو ما يجازى غير الله. وغادي نجيب لك معايا حتى بوزرو. الله يعطي التيسير بلا تعسير. سير خديجه دابا عثمان هو خرج بحاله وهذه البرقه راه هي مشات له. عاود لي يا لالا عاود لي يا الحبيبه ديالي فش عليا قلبي. اش غنقول لك يا اختي؟ اختيتك حالتها حال الظالمين ما تمشي برانيه. بعد المرات ما كنجبروه ما ناكلو. والله البارح الا ما تعشينا الا بشويه ديال التوكا بالبيض. التوكا بالبيض؟ اه الهلال لهالدرجه اللي لا يحوز. علاش نحسبك اختي؟ الراجل اللي خدام راه موقفين ليه مانطو وحنا راه حنا كنسيروا مع الوقت وكنتقدوا من هنا ومن هنا. ايوه حتى لينا هاد الشيء يا بنت امي وابي. ما عرفت اختي. هو راه ما ساكت شيء. راه كتب لجميع المسؤولين وصحابو راه مضامنين معاه وهاد الصباح راه غادي يمشي للدار البيضاء دايرين اجتماع على ودو في الاداره المركزيه. ايوا والولد تا هو باقي جالس بلا خدمه. ما تفكرينيش في وليدي حبيبي. ما خلى المكتب وما خلى المنظر الطلبات والو. هاد الايامات قال لي يا ماما ما كيخصنيش نبقى جالسه هكذا كيخصني ندير شي بيعه وشي بيعه. عنده الصح ناض الحبيب ديالي قلا قفه ديال الكاوكاو اسبوع هو كيدور بها في القهوي اللي صورو كياكلو في الزنقه. صدق لا الفضل لا راس المال. مشى بغا يبيع الخناشي ديال الميكافا بالمارشي جاو المخازن ياخذوهم ليه. الله 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 مشى بغا يبيع الديطيفه بالدرب جا واحد الشمكر قال له نوض ليا هذه الحبتي ما تجلس فيها وراه وليدي جالس وحمد الله. الله 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 على اوارث ايديره. هاي هايني ها هو هذا الدكتور يا حسره. يا لالا دكتور قدو قداش وما كيجبرش حتى باش يمشي للحمام. واش هذا ماشي الحماقة عباد الله؟ الحماقة اختي الحماقة. ابويمتي يا ابويمتي اللي ما خدمتش بكري ملي كانوا يا اختي الخدامي موجودين قال لك الراجل ما بغاش المراه الموظفه. وبركه اهلا خالتي مرحبا اهلا. اش اخبارك لاباس عليك؟ صحيحتك معز عليك الله يبارك فيك. اجي قولي لي واش قريبه تبداي تبيعي لنا الدواء؟ ايوا دعي معايا خالتي. وربي يصاوب لكم يا بنيتي من عندو. يا ربي فين هو كريم؟ ما جاش معاك؟ كريم هبط يشوف واحد صاحبه ويجي يخلط علينا.
خديجة معليش علي يلا اختي نمشيو نشربو سي اس ديالتي في الصالون ديالي الجون اناري يلا ماما ماما عافاك راني موحشه خالتي خليها تجلس معايا شويه غير تيجي حبيبي المهدي وكريم ونخلطو عليك وغير شويه مشيت انا نشوف السعديه شنو ادير اجي خالتي اجي اخدي هلالي ما غتفضش علي ام هذا يعجب اللي فيه واش قلت لك اختي هاي جلابيت بلا ما نقولها لك لا سيدي غادي نحيدها اختي غير نبرد شويه راني عرقانه وغادي نحيدها وراه غتبات معانا اليوم يا اختي نبات على الراس والعين لا اختك علينا يلا صافي يلا صافي انا عجبه وحشتك يا خالتي شحال ما جيتي ما تصورينيش لمن كتعيط عاد السعديه فينا وزينه انت بنيتي كريمة ديال تكرفيس ولكن ما بدينا شي عليه رجع الله سمحي لي يا خالتي سمحي لي ألو وعليكم السلام أهلا كريم لاباس عليك عمرك طويل ما تقطع شي معايا هك ألو كريم فينك وليدي نعم وخاشي بس ما كاين ولكن نسالي أجي رخلتك موحشاك بغا تشوفك أيه لا 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 انا قضتني غاد نبات معهم اليوم ها وراح تحبيبك المهدي غاد يكون معانا لا 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 باقي ما جاش من الدار البيضاء ايه ايوا بركه عليك من التليفون الله يرضي عليك بركه الله يهنيك بسلامه قال لك قبض فيه واحد صاحبه وحلف عليه حتى يتغدى معاه ما فيها باس اخلتي خليه يبدل الجو راه محتاج محتاج وليدي تكلموا يا حبيبتي عطيكم اجي تشربوا اتاي يلا يا خالتي يلا يلا مشيو السعدية نعم عافاك اختي جمعي هاد الجرائد وعاد الحقي علينا تبارك الله على السعدية ولات مرا صاغي العريس ايوا دعي معانا خالتي دعي معانا وربي صاب لكم من عنده يا بنيتي يا ربي العريس فين هو العريس ما زعموش على الموظفات عساك يزعموا على المتعلمات في الديار بالحق ها راه داكشي غير زهر ما جات لا بماندا ولا بزين غير هاك ما عطاك الله كيقولوا خوتنا المصريين الجواز اسمه نصيب ايوا وانا ماليش نصيب شكون اهلا اهلا سلميدي مرحبا سيدي نهار كبير هذا زيد سي المهدي زيد زيد هذا راه سي المهدي خو حبيبتي كنزه هو القفز بالعائله قيطير قيطير مع الطيار انا كيعجبني الراجل اللي كيكون كابابل واخا كبير شويه مازال عاطي العين واللي عاجبني فيه اكثر مازال ما مجوش
أنا عندي ميعاد. أنا عندي ميعاد. هذا سر ما عرف واحد. اسمها السعدية. لا سعد. اسمها السعدية. لا سعد. أنا عندي ميعاد. السلام عليكم. وعليكم السلام. فين هادو؟ كيشربوا أتاي. إيوا أنتي؟ أنتي ما كتشربيش؟ أنا كنعجن وكنصبن وكنسيق وكنجفف. هي قول لي مرة ديال الدار وخلاص. ومع من؟ فينا هما الرجال؟ فينا هما الرجال اللي باغيين يديروا الديار؟ ياك ما سمعتيني بني زبينة ديالي في الدار البيضاء بغيتي تقرقبي عليا. يا سلام، مالاش طماعة، غير هو الإنسان إلا لبس قدو كيواتيه. وعلاه أنت قدي؟ قدك؟ وملي كرجعت حالي للدار البيضاء كنقول واقيلا مع راسي، واقيلا شي نهار، شي نهار غادي نزعم وغادي نخطبك من عندك. سعدية، أوين على الشيطان؟ سعدية، أفاينكم أمان الدار؟ أفاينكم؟ أوين استغفر الله العظيم، هذه قلت لها غادي نخطبك هي سخفات. أما لكم قلت لها نضربوا صداق لو كان الدم والأمانة أمانتو. هي تموت وأنا نمشي للحبس. يمكن عاود ثاني يجي واحد بالحبس يطلع لي الدم بحال كيوقع في جديدة. مش عارفين العافية ونموت حتى أنا. ولاو جوج ديال الناس ميتين، قال مالهم؟ قال ضربوا صداق. اش تانا خويا هاد الصداق نضربوه ولا نقمشوه؟ اش بينا وبينهم؟ اش قربنا ليه اخويا جبدوا علينا هاد الصداع؟ افاينكم؟ افاينكم امبارح الدار؟ افاينكم؟ اسيدو؟ افاينكم؟ مرحبا مرحبا ونهار كبير. جيت هكا دخلت جات هي سخفات. اش سخفها؟ الله الله ما الله بالعام ارو لها بسلام هاك هاك هاكي ديروا لها السوار تفيد بها. ديروا لها السوار. هادو راه السوار ديال الفيلا ديالي. قعدوها قعدوها باش تنفس مزيان. قعدوها قعدوها قعدوها. انت ما عندها ولا المهدي؟ شنو قلتي ليا؟ والو. لا لا ما ما قلت لا والو. انا جيت كيما هكا جاي داخل من هاد الزنقه هادي داخل جاي من هنايا. جيت هي لقيتها واقفه هنايا. جات هي بقات كتقول وانا كنقول هي بقيت انا. هي من واقفه هنايا بقات كتشوف فيا هكا حالة فيا هما. جيت انا ما عرفتش كيفاش زعقات ليا. قلت لها غادي نخطب. خطب؟ هي قلت لها غادي نلقي واحد الخطبه مناسبه شفاء اختي وازالتها للقبض. كنقول فيها هني علك اختي الحنون، ها انت الان واقفه على رجليك بعد الكسر الذي اصاب يمناهما. فهني علك اختي الحنون، ها انت الان شامخه كالجبل، صبوره كالجمل، وديعه كالحمل. هي سمعت هاد مل 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 بدا لحمها كيتململ. جاتها القشعريرة وسخفات. القشعريرة؟ التبوريشة بالداري. جات التبوريشة. جاتها التبوريشة وهي تسخف. لا بنتي قلت 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 ماما غادي يكون غير العيادة دابا تفوت الحالة ما تخلعوش. أو يمكن الله أعلم. أنا غير قلت الله أعلم، ما تحسبوهاش عليا. يمكن جات هذيك الأزمة اللي كتزين بعد العوانيس ملي كيوليو عوانيس. غير قلت الله أعلم الله أعلم. وما حناش غنديروها في أصبعهم أو ندلو بها.
تهبط لها قلبي. قلبها لا لا لا. انا تخلعت غنمشي نجي للطبيب. جيب اربعه ولا واحد. لا واحد دوفي جيبوا 10 ما بقى حد يسخن. عطاشنا غادي يجيكم مليح. اشرا حبيبي غادي تخرجوا كلكم وغادي تخليوني غير انا وياها. انا غادي نفيق عليكم. اش هاد الالام عند المهدي؟ كيفاش تبقى غير انت وياها؟ واش انت حمارتي ولا مالك؟ هاجي واش ملي سخفات حضرتوا ليها؟ لا ايوا حتى ملي غادا تفيق ما خصكم شي تحضروا ليها. وديروا النية وخليوني نرقد مع الحية معاه. اختي كنزة اختي كنزة يلا نخرجوا ونخليه معاها نشوفوا شنو غادي يدير كاع. بالحق ما تعطلش علينا. لا ما غاديش نتعطل. ما تعطلش اختي عندها يمشي تعطل على خديجه. واه مع اختي ما لابساش نظاره. لا ومره اخرى عاود تلبسو. سعديه 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 نودي نودي قاعدي نودي نودي مالي مالك وانا عارف مالك. اولي مالي شنو وقع لي؟ وما نعرف يمكن عندك ضعف القلب ولا لعب عليك الحب ولا سخفتي حيت سمعتيني غادي نخطب. هادي عمري ما عرفت باللي الخطبه كتسخف هكذا. والله يجيبك على خير. راك هنا الخطبه اللي كتقتل كاع. كاع؟ هي قربات. ايوا وفينا وما دابا فين؟ راه ما كيتسناوني نفيقك. انت باقي لهز معاك شي حساب. بالعمى الا هز معايا شي حاجه ويعطيني السقوط. وانا لا ما عادش ندير في حياتي شويه ديال القابون. هادشي اللي كيوقع ليا مع العيله ديما كيشوفوني كيبداو يسخفوا. قربات. ايوا ودابا اللي حصلتيني هاد الحصله قولي اش غادي نقول لهم دابا؟ يلا اش غادي تقولي؟ ما تجيو بالصراحه. شنو هي؟ ياك دابا الحمد لله المساواه. ياك ما بقى فرق لا ما بين الراجل وما بين المراه. دابا الا غادي تشوفي جوج ديال العيرات حتى انت قدك وتشري واحد الخنشه ديال السكر وترمي عينك على شي شاب تمشي تخطبي على سنه الله ورسوله. ويلي واش هذا المقيت؟ واش صافي فاقت؟ اجي ولي هاي هاي شوف هاي 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 مالك مالك السعدية اش طرالك اختي؟ اشطرال مالكم؟ يقولي على مالكم؟ مالأم؟ انت اللي مالك؟ انا ما ماليش. ويلي على ما ماليش؟ واش انتي سخفتي سخفة قدا قدا شو كتقول انا ما ماليش؟ ايوا الساعات للعياب. ايوا شوفي القلب الطيارة لالا العجاب طيرتها منا بخلع قد سخط الله وهي اللي خارجة أفرا. صافي الله يخليكم. صافي سكتوا عينا هذا الموضوع. الحمد لله على لطف الله ياك ما وقع والو. صافي نسوا عينا هذه القصة هذه. أنا كاع ما ديتوها فيا ما سولتوني على أحوالي ما عرفتوا ظروفي كي دايرة. وأنت حبيبي ما نخافش عليك. ياك بعدا. والبار مسعود الدار. الله يبارك فيك أختي. على سلامتك أخويا. الله يسلمك. قول لي أختي كنزة. نعم. هذاك القبز اللي كنتي دايرة في رجليك فين هو؟ علاش بغيتيها أخويا؟ بغيتي تعاود فيه البيع؟ لا ماشي بغيت نعاود فيه البيع. غير كي شتي هذيك الفيلا ديالي اللي بنيت في الدار البيضاء هاد اليومات جا عندي واحد الصديق ديالي كيشوفها ياك معنا. درت فيها في الدخله ديال الفيلا درت واحد الصالون بلدي لهاد الجي وصالون رومي لهاد الجي ومعزل شويه الفينيسيو ما كملتو شي. جا داك السيد صديق ديالي قال لي ودي هاد الصالون البلدي كون غير حلقتي عليه شويه ديال تكباست. اييه ما فيها باس. ومعنا هاد اليومات ظروفي الماديه ماشي حتى ليه. قلت ناخذ هذاك الكرع ديال اختي واخا نديرو غير في البولاق. توحشنا الهضره معاك. ياك بعدا انا مشهيه نجلس معاه الراس في الراس ونفش على قلبي. ياك بعدا وانا يا خويا بغيت نحكي لك همومي. ياك بعدا وانا بغيت ناخذ رايك في مشكلتي. ياك بعدا يا ولالا انا كلي اذان صاغيه. يلا اللي عندها شي مشكل تقولوا يلا خذوا راحتكم. انا غايلة اسمع عاوتاني يا واش راجل الوقت تاع اللغه يا قدامي اسمعي عاوتاني يا ولالا.
عليكم بلا فوضى، عطيو الكلمه الوحده فيكم تتكلم الله يرضى عليكم. وابدا خديجه انت ابدا. لا اختي ما نبداش، هي لا تبدا الى هي الاولى. لا واه خالتي ما نتقدمش قدام ماما. والله هدي ابدا ابدا. حشومة ماما وعرفتي اش ديري اختي كنزة. ايوا بدا انت الاولى اللي كبر منا. خديجه شهات البلاصه الثاني على الصباح ودك ليك ثاني باش كبر منا باش اضيع مرضى اربع شهور اللي بيني وبينك من عشر وسيع العشر والميلاد وسيع الميلاد الله يخليكم بلا فوضى. عرفتي شنو غادي ديروا؟ شنو حبيبي شنو؟ غادي نمشيو نتغداو ونرتاحوا ومن بعد الغداء انا غادي نقول لكم شكون غادا تبدا. واخا سعديه واش الغداء؟ انت وعازمها اصبر حبيبتي ما حملكمش وعملكش تحت يلا قل على مكت اغنيه ديالك نار الحمراء يا سيدي بالشوكه ديا نار الحمراء يا سيدي بالشوكه ديا اجيني يا الهلقاني واجيني يا الملقاني واجيني يا ليلى نار الحمراء حبي شويه Yeah.
ديالشي لا لا مولاتي عارفه الشطح بقواعده. اسيدي 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 عفا بنتي هذه الا تعجبني من الحال ما اللي وقلتي له ايوه وما اللي وقلتي له ايوه وكاني ورحتي له يا وادي الفلفيلو يا وادي الفلفيلو يا يا العفيريتة لهلا يوريك يا خالتي خاخر سورتي ما كانش عرفتي خديجة سعدات اللي غايت زوجها راقض شطيحها قض دراعها والورقض البسطيلة قض ضربها مع الحيط السلام عليكم السلام عليكم السلام صحة وراح الحنة الله يعطيك الصحة وابيض النقاشة البيض النقاشة بالي انا وليت دجاجة خلاص 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 بيض برقة ومتسقرين ديالك ايوا شي باس ما كاين لا كان اختي خديجة تستاهل كل خير هاك حشومة خويا حشومة وبطرة انت محتاجة ابو قبطي قبل ما يتنادم معايا الحال قبطي الله يعطيك الخير اخويا صحة وراحة حبيبي ها نكون في الكويز ديالاتي لا انا بغيت قهوه الا كان ممكن الله يرضي على بنتي ايوا سعديه 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 حبيبتي نوض اختي صاوب شي اس ديال القهوه فاعل تر المساله الحره والزهر الحبيب يلا يا سلام نصاوب لحبيبي القهوه علاش لا صحاب حبيبي عندنا هكا بنيتي ديري لي هذا بالضامن نهار يا خالتي نهار الحمراء اختي خديجه نعم اخويا فين هو كريم بغيت نشوفه قبل ما نمشي حق شفاعتي من بعيد انتظرها اليوم من هنا ما تمشيش قال لا تحل بيجي عليا اختي الله يرضي عليك لا تحل بيجي عليا رانا عندي بزاف ديال الشغل ديالي خصني نمشي نقضي الله يرضي عليك عافاك حبيبي جلس معنا شي ايامات شوف غير تنعرفوا بابا فين غادي ينقلوه عافاك ايوا ويلا ما قتلوا شي بابا كنبقى جالس هنا انا بلا شغل وخلاص اخويا بارك عليك من هاد الشغل وارتاح شويه واش مالك اخويا كتخدم على الكره هي لا والله الا ضروري خصني نمشي لان ملتزم بزاف ديال المواعيد خصني نمشي نقضيه الله يرضي اجا حبيبي ديما كنبغي نسولك وكننسى شنو هي خدمتك انت اعمال حره بيزنس كنبيع ونشري في كل شيء اراضي فيلات دور عمارات حوايج الخرده حوايج السيزي طوموبيلات وملي كتحفى اليوم كنلقى ما ندير كنبدا كنخطف غير بلايص غير بلايص غير بلايص المهم حناني كندفر على الحبه فين ما كاين وما كيخص خير ولكن راه الحاله يا رسول الله ما كان ديو ديال الحد ما كنسرقو ديال الحد خويا تبارك الله عليه ما تخافيش عليه من صغرو الصلاه على النبي هو قفز واش تعقل خديجه تعقل ملي قلنا او ان على واحد الخاصم ديال الدب الاه طايح ايه وي عقلت عرفتي لا الاه انا اللي طايح باعوا لي انا ب 10 دريال باعوا البارح ما ب 10 دريال وعاود سرقوا ليها وباعوا لي انا ب 10 دريال ها وعاود سرقوا لي وباعوا لخديجه اختي 10 دريال لا ما سرقتوش وعاود اختي زوج اختي خديجه مشيت ترددتو لمراتو عطاتني فيها 10 دريال شكون هي مولاتو شكون هي مرات مول الفاخر حيت ملي كنا صغار كنا ساكنين في واحد الدرب كان واحد الراجل كيبيع تما الفاخر واحد الصباح انا خارج كنلعب تبنت لي مراته شنقه عليه وقاسه عليه بالطرش وكتقول انا كيعيان غسل كنعيان قاد كنعيش واحد كيدير شي لعب الحموم هي اللي جمعات معاه واحد الطرشه طار الخاتم من سبعه صدمت انا على الخاتم مشيت قلت لهم لقيتو طايح عطاتني فيه 10 دريال خليته حتى العزات وخديته له عاد عطيتو اختي خديجه لقيت هذا الخاتم طايح عطاتني فيه 10 دريال عاود خديتو اختي كنزه وعاود مشيتو عند اختي خديجه ب 10 دريال المهم عاود مشيت جيتو لمولاتو عطاتني فيه 10 دريال شكون هي مولاتي؟ حيت قلت له كنا مازال صغار ولا حاجة صفر المهم هذاك الخاتم دخلت فيه ذاك النهار 40 ريال مشيت دخلت جوج ديال السينما صدقة واحدة ها الكاراتي ها الهندي ها الكاراتي ما خرج راجلي كيتفلط عرفتي البلا 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 عرفتي الو ها اي هو الهام اهلا هو راه اكبر مني هو الكبير ايوا اختي علاش كتخرج لي عقل الوالد الان اش اللي كان كيدير انت ما تخرجش هو ما تقطعش
سمحوا لي غنمشي نتكلم معي واحد السيد في التليفون. لا غير انسات اللي هنايا، حنا غادي نمشيو نشربوا العصير في الصالون ديالي البلو اسي. يلا يلا وشؤوني يا لاله شؤوني. والنبي يصليو عليه. السلام السلام على رسول الله. يعيش عيشة سيدنا محمد. الله معاش العلي. الو. لا لا ما سيعرس. لا ما سيعرس ما سيعرس. نقيش. رجل اختي. ماشي راجلها رجلها. واش راجل اختي غادي نقص الله يهديك وغادي يهدر قوي. هي مسكينه كانت هرسات ودابا ملي برات دايره رجلها دايره لها النهار. ايوا قلت شغل اش غادير. الو ها مدرسه بالامور مشيه. شحال جاري الواحد؟ 4000 درهم. اي والله يجعل البركه. لا 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 غادي نجلس هنا شويه في الرباط نشوف العائله والاصدقاء. نعم هو الا احتاجيتي عيط لي. يلا باي باي بسلامه الله يعاونك. الله يهنيك بسلامه باي باي. اي ما حبيبي انا روي صاحبي يا وطبيبي انا روي صاحبي يا وحبيبي انا ريا صاحبي. قول لي انت واش هاد حبيبي كتقوليها من قلبك؟ من قلبي ولا ماشي من قلبي؟ اش قضيت؟ ايوا باش تقضي راكي خصني نتاكد. ايوا عييت ما نمعني لك عييت. وانت يا خاي ماشي في هاد العالم. ايوا ما نكذبش عليك انا راجل كبير وخصك تكوني كتضحكي عليا. ها وراه واخا راجل كبير راه راسي صغير وما يتحمل شي شي قرينات فخرية مو حرام. إلا كنت كنتفنى عليك الله يعطيني طيارة. الله ينجيك يطير عدوك واللي ما يبغيك. وحتى إلا كان كاع لابد من هالطيارة حتى نطيرو أنا وياك. طيارة نمشيو ندوجو شهر العسل واخا غير في البنغلاديش. قالوا لي تما المعيشة رخيصة. إيوا قيلا غير نزعم. إيوا زعم قبل ما تندم. عباد الله عباد الله كتسالي معايا الدرية هذه كتذوبني كتقتلني. أجي أولي ويلي ولح ما خلصت بلادك. أجي أولي مني واو ويلي مالك أحمق ولا أجي قبيط أجي 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 سريدي أجي 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 شنو؟ دابا شي واحد يسمعنا ويلي حشومة. مالك مالك زيزي حصلت خويا فين غنمشي فين؟ سيري سيري بلا بسالة سيري بلا بسالة والله يرضي على بنتي سير بلا بسالة. السلام عليكم. وعليكم السلام. واش انت ما كتعملش لا سياس؟ لا انا ما كنبغيش ندير لا سياس كنخاف لا نسمن. سمن؟ ايوا هادي هذا. عزيزي عيطتي لي بغيتيني. فين كنتي انت؟ كنت في الكوزينه. سيري وجدي لي قهوة. هي الاولى عزيزي. حبيبي؟ ها شرب شي حاجة؟ صافي انا كنشرب. زيد سيري بارك عليا اليوم سيري. كاسم هادي. نعم ولفتي الدار البيضاء؟ ايوا اش غادي نقول لك؟ تما فين كتاب الرزق؟ ايوا كاين شي حركه كاين شي رواج. ايوا الله يجعل البركه. المهم الانسان راه عايش حتى يموت الله يهديك. داك الدار اللي بنيتي في الدار البيضاء صافي سكنتي فيها؟ اسيدي هذيك الفيلا هي اللي شاط لي من ديك 10 سنين ديال الغربه. هي وشي بركه راه حنا مدورين بها بوخر صا الله يجعل البركه. ايوا مزيان. وما كتفكرش تعاود ترجع؟ حرام عليك اخويا حرام عليك. 10 سنين وانا مجلوق في الطاليان بلا اوراق كنتخبى من البوليس بحال شي شفار. ملي درت الفيلا ديالي وجيت غادي نستقر في بلادي بغيتي تعاد تجنيني باش يجي يحتل ليا الفيلا بحال شي حد بحال كيفوق على شي وحدين. فايت سمع واحد القصه بحال هذا النوع
ديال شي مهاجر مسكين كان من شي دويره ومشى لفرنسا. ملي رجع في العطله لقى دارو مسكونه، السوارت في جيبو ودارو مسكونه. ايوا وهذاك اللي خلط عليه شي واحد من الدار البيضاء خلط عليه الطاليان قال له ودي حقه ما حقه، انا غادي نزوجك باختي اجي نديرو مشاريع، وجمع لي الحصيصه كاع اللي حوش 34 عام وخلاه جالس على الدص، لا فلوس لا مرا لا لا هادي لا هادي الناس ديال الجاليه مساكن كيجيو للمغرب باش يشوفوا الشواطئ المغربيه والجبال الاطلسيه، صح قاعد نجي لهم العطله غير من باب وزاره الجاليه والمحكمه الابتدائيه. مكرفسين مساكن مكرفسين ومكرفسين هنا وليه الا من اخذ الله بيدي. سولني انا علاش كنت كندير في الطاليان كاع. اي انت بعدا اش كنت كدير في الطاليان؟ كنت كندير مول البالي بالطاليانيه. لا خد عليك بالله والله نهار كامل وانا كندور في الدواور. انا ماريو لا ثلاجه لا ملايه لا كافيتيريا لا شطابه لا صداقه. لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف شفت مجهد، شفت مجهد ديالنا الدارجار ديناها طاليانية، شفت مجهد فين واصل. والله اللي شافك حتى يقول كنت تما مدير ديال شي بنكة. ايه مدير ديال شوف ياك شتي هاد التكرفيس كله وهاد المعاناة والناس اللي ضربهم ضربهم على الخارج كل شي بغى يحرق. ايوا خويا الله يكون في العون، راه الناس ما لقات لا قيمة دير، الله يكون في العون. تا واحد مكره هادي عندك فيها الحق. هادي اخويا هادشي هادشي راه ما كاينش في الطالية. انا والله الا كنقول باز باز اللي الفلوس مازال كيروجوا في هاد البلاد، وباز اللي صندوق الدولة مازال ما خواش، وحنا كل نهار كنسمعوا الملاير كيتصرخوا. اخويا هادشي ما كاينش في الطالية. عرفتي شي مسؤول طالياني يشمو في ريحة الخواض؟ والله غير الا طلعوا بالطاليانية. وانا عندنا ما كنسمع غير راهم قبطوه باش يبحتوه شويه كيتلقوه باش يعاودوا يقبطوه. عاود كيقول لك دعات الضروره باش نعاودوا نحققوا معاه. وفي الاخر كيتلقوه صراح مؤقت بكفاله. ومنين جاتهم مسكين هاد الكفاله؟ من اللي حيتهم كيلقم لهم. كياخذ بهادي ويعطي بهادي. واش تحرميات هاد التمجيد الكبير. ايوا الحقيقه اللي عطلوه السوق هو هذا. ايوا هادشي اللي كاين. الله قول لي المهدي الله يرد بينا. نعم اسي. واش ملي كنتي في الطاليان كنتي نيت كتلبس هاد اللبسه الطربوش والبروتين والسروال قصير؟ لا سيدي الطربوش والبروتين كنت كنلبسهم، ولكن السروال ما كانش قصير حتى رجعت المغرب عاد قصرته. شحال واحد كيتلاقاني في الزنقه كيقول لي علاش كتلبس السروال قصير؟ وهي جات المناسبه باش نفسر لك انا علاش كنلبس السروال قصير. واسمعني مزيان، ملي سيدي رجعت للمغرب وجبت فليسات وقلت غادي نبني الفيلا ديالي، مشيت سيدي للتواحد ديال الدار البيضاء بعيد شويه على المدينه، وخديت واحد القطيعه ديال الارض وبقيت كنتعافر معاها كنبني. كان الجفاف ما كاينش ريحه ديال الشتاء. واحد النهار جات علينا شويه الله بشي شويه ديال الشتاء، ملي جيت غادي جاي بشي جاي لداري غادي ندخل للفيلا ديالي حتى نلقى لك ولا صدايا وحده مع البنيه التحتيه تبارك الله عندنا في التحتيه ما كاين غير وليت خصني باش ندوز لداري خصني نقفض. ايوا انا محل المهم عاوتاني سحات الشتا باش عاد المسائل العاديه كيف كانت، واحد النهار عاوتاني صبات شي شويه ديال الشتا، وانا جاي متقل بيد ليا وليت خصني باش ندوز للفيلا خصني اللي نقفض ليا. وحدا مع راسي واش انا غنبقى هز الدبيله حتى الشتا حتى هي غتزيدني تزيدني حتى هي محينها. هاد الطرقان هاد المسؤول المعمر ما غادي يصاوبوه ونبقى انا غير هكذا. وانا ندخل للدار قلت حدا جبت سري وليد ديالي انت مول الخير وجبت واحد المقص وقلت قصر لي متقصر. ايوا سيدي وخرجت وقلت للشتا ودابا الا بغيتي تصب غير صب. وهادي هي سبب التقصيب ديالي. ها القهوه عزيزي. عزيزي اسمح لي تعطلت عليك بالقهوه لحقاش عاد صايبتها. ما كاين باس. هاتك حبيبتي عطينا باش نشريو المناضة. هاك هاك نجيب واحد الصندوق ديال المناضة من هذيك الغالية هاك. ويل يا حبيبي حشومة، أنت غير ضيف عندنا. إي عندك الحق أنا غير ضيف. وخلي فلوسك عندك المهدي، واش أنت عندك جوج فرانك باغي تفضح بها الدنيا؟ هاك أنت. أرحبي. سعدية. ها. سعدية. نعم نعم. قالت لك ماما جيبي بوديزات الزيس راه ما بقاش. جيبو بوديزات الزيس.
سير. نجلس معاكم شوية ولا كتهضروا في السياسة؟ أنا السياسة ما عنديش معاها. ما عندك ما تديري بها. السياسة راه إلا خرجت على عزيز الصديق حتى وقفوا من الخدمة. لا لا عاوتاني حتى هذاك الصديق الله يهديه شوية لسانو واقف ودغيا كينفعل. عندك الحق بابا والله. ناري يا حبيبي ولشتو كريم ما عرفتش مالو خالتي حبيبتي مالو ديك تنقص علينا شكاين هذا كريم وقع له شي حاجه كريم وقع له شي حاجه وفينا هو بعدا هذا كريم ما عرفتش اش يدير فينا كريم نعس الشيطان زعما راه تراجع زيدو ها هو ها هو واش هادي جينا نفوجو اهلا سكتونا شويه خلينا نعرفوا الراجل مالو الله يهديكم اجا ودي لهنا الله يرضي عليك شوف تشجعوا لكم الراجل وقول لنا شنو وقع لك قول واش درتي مع شي حد لا وليدي ما كيدرس مع حد على اللي قال ماما اي دابل عملتي شي حادثة؟ لا وليدي ما كيعمل حوادث حوادث مع حوادث ما يضربو بوزريويطة واش بغات تكريسيك شي عصابة؟ لا وليدي ما كيكريسيو عصابة واش غير يقدر يوصل له هو غيضرب على الشعار اجي براءة براءة من داء البسالس ديال أؤون نمال تكلم أولي تكلم مشيت نشوف واحد صاحبي شدني شدك كيف شدك على شدك قول كيف شدك هاريم الله يهدي أوليدي براءة من تبعي في الإعلام وهدر مقود مشيت نشوف واحد صاحبي شدني نتغدى معاه هادي عرفناها امل ملي تغدينا وسالينا بقى
قال لي اليوم راه جمعيه الدكاتره المعطلين مقررين يديروا اعتصام قدام مجلس النواب، واش تمشي معانا؟ صافي صافي، بانت المعنى. ما بانت حتى معنى اعتمان، خلي قول لينا شغل اللي خمشو. قلت له نمشي، مشيت معاه. ملي وصلنا لقينا الوفود جايه من المدن كلها، وحنا نبداو كنغوتو وكنرددو في الشعارات اللي كنطلبو بها حقنا في الشغل. واحد الساعه وما يدورو بينا اصحاب الحال هازين الزراوت وبداو كيشدو في المظاهره. انا تخلعت، جيت بغيت نهرب ومع قوه السحام ودفع فيا ندفع فيك تعكلت وطحت. بداو كيشدو فيا والغري كيزلوني غير الطلب. الله يا وليدي، الله يا وليدي، واش تذكر شي مظاهرات؟ واش تبا كيفاش خرجوا عليه المظاهرات؟ أجوي واش هذا ضائع بالضرب؟ أطلق من اليمين. إيوا حشم، شنو دابا؟ الله يرضي عليك قول لينا بعدا، واش ما كتحشي بشي حاجه في ذاتك؟ شي هرس ولا كسر ولا شي فداع؟ داوني السبيطار وداروا لي الراديو وقالوا لي ما مارس فيا حتى شي عظم. ايوا تحمد الله، مين ما عندك لا هرس لا كسر لا فداع راك تحمد الله. لا 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 اختي السعديه، كذوب على الله حرام. لا ما كاينش. صافي خلاص، قلبوا علينا هذا الديس. اخلص هذه راه الخصام صبغ بتعليم الحمد لله اللي خرجت الاه. يلا جلس انت. يا اختي خديجه، الا انسى خبار خبار راه غادي يحماق ويخرج له العقل. ومن الاحسن اخالتي لا تقولوا له شيء. لس ما قالش اللي يقول انا. هيا الورقه باش خرج لي نشري الدواء. أرى أنا خارج نشري لك معايا الدواء. شكرا حبيبي. كيقتلوا الميت وكيمشيو في كنازتو. وملي شبعوا كعمود على الأقل يعطيو غير الدواء. غير غادي أنت المهدي. غادي أختي ندير شي دورة في سوق الطوموبيلات، لأنني هاد اليوم تبع الطوموبيلات ديالي وبقيت بلاش. وقلت إلا لقيت شي حاجة مزيانة نديها معايا. دابا ما عندك طوموبيل؟ لا ما عنديش أنسي. إوا تسناني أنا نازل المدينة ننزلك معايا. واخا الله يجازيك بخير. اسمح لي نبدل عليا ونمشي. سير سير بدل. والله إنكم هاد الساعة بسلامة. حبيبي. اليوم الحد. غتلقى الفرماسية تسدين. غادي نقلبوا على اللي فيه البيرمانونس. هذا جهدنا على يبغى يطالب بحقه. والله إنكم هاد الساعة. أختي حمزة. إلا نزل عثمان قول له أنا كنتسناو قدام الكراج. السلام عليكم. شكرا حبيبي شكرا. لا شكرا على واجب ولدي. اسمع ولدي غادي نعطيك واحد النصيحه. بما ان هاد القلده تبارك الله ما نفعتك شي في المظاهرات، بدا وليدي كدير الاضراب على الطعام. سي كريم. نعم اختي السعديه. نعم. نجيب لك خيشه عصير باش تبرد. لا لا شكرا، انا بغيت غير نطلع نتكا شويه، عظامي كيحرقوني. بيبتي بغيتك بغيتك ولا بغيت اطلعوا للصالون ديالي الآئي تمرت. هذا خاص بالتقية. يلا نط امون نطي دا وليدي. وبشو يا ماما؟ الله يا اختي الله. كلاها وليدي كلاها. صافي يا اختي دابا اللي عطا ولا بس الله عني بينا والمهدي. المهدي راه ايسين باب الاراج. ايوا وليدي ما يكون باس، تكبر وتنسى. عزيزي عثمان الله يخليك الى ودي اللي متينا، دوز على مجلس النواب شوف واش المكفوفين حتى هما باقيين معتصمين ولا لا. ما جبتيها من خلع. كيشبه باه ومن شبه اباه فما ظلم. ويلا بحال يلا هيا. وامشوا يا دادي. خديجة اختي انت الولد اختي عرفتي. يلا نديوه يأمد عظامه في الزاوزي. اختي كنزة. راه الجاكوزي ماشي الزاكوزي.
على انا خديجه شنو قلت؟ قلتي الزاكوزي. لا لا قلتي زوج. ما قلتي زوج خديجه. لا 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 ماشي غير فايتاني باسم اطبع اطفوه عليا. وقولي الجاكوزي. لما قلتي زوجي. صافي صحبتك رفصوا عليه كيجيب لي الله بحال الا مبهبل شويه اولا السعديه فين عمرك شفتي شي دكتور مبهبل؟ دكتور فاش هو دكتور؟ انا ما عمريش كيداوي شي حد. لا ماشي دكتور زعما طبيب، هو دكتور في الاقتصاد. هكداك الهام. نعم هاد ولد خالتك شحال يكون عنده من عام؟ كبر مني بشي عامين. علاش هاد السؤال؟ لا انا غير قلت صدقة صدقة و في المقربين أولى. ما فهمت. شوفي ها راه كون كان مجوج كاع ما يطرى في هاد الشيء. تزوج وباش غيتزوج الله يهديك؟ هو ما لقى حتى باش يركب في الطوبيس يتزوج. كاينين كاينين بنات ناس اللي يستروا راه غير ما عارفينوش. هي دابا حنا اللي عارفينو فضحينو. أنا غير قلت لك ما خصناش نعطيو خيرنا لغيرنا. خيرنا لغيرنا؟ انا كنحشم منه وكنعتبره بحال خاي. الحمقه يا لا تحشميش منه ولا تصبريش بحال خاك لا يطرك بحال اللي طرالي. بحال اللي طرالك سعديه؟ اش طرالك اختي؟ شوفي ما تخبي عليا والو، انا اختك اش طرالك؟ ويلي يجيني معاك ما قيتي وخلعتيني. اش طرالك؟ الا شفتي من قبل آه. ما كان عندي غرض بالزواج، كنقول دابا يجي شي ولد الناس. الهام اختي. نعم تطال عليا. ويلي وليت باغا نقطع الراجل من الحمي. كتضحكي وغادا الحمقى كنهضر معاك وكنعاود. هادي ما تقلقيش ما تقلقيش عجيج، عندي واحد الفكره. قال نزوجك بحبيبي. حرام عليك، بغيتي تزوجيني بواحد قد دبا قد دبا وحتى يقبل عليك هو بعدا؟ الهام الهام اختي لا ما لقيت عليه العين والله ما عندي ما عندي والله العظيم. قري 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 طرطقات طرطقات فينا عوينا لا صلات على النبي. ضحقنا ضحيقة خرجت منا. صافي يا خالتي طلعتو نعاس. نعاس بنيتي لو كان شوفو جنيباتو مسكين كيف عاملين كلهم زرقين. على هذاك عنده خير جنيبات. ايوا ماشي هو الاول ولا الاخر خالتي، كاع المظاهرات كيوقعوا فيهم الحوادث. خافية شاب ظريف كاع ما يسالاتش اللي طرا فيه. ايوا مكتبه بنيتي ما عليه هروب، ما بنتينا ما نعملو رجع الله. صاحبي سعديه بنتي سيرا بنيتي الله يبيد سعد، عجلنا شي خبيزات يقولوا مقادين. شحال حبيبتي جوج ولا ثلاثة؟ ولي على جوج ولا ثلاثة؟ عجن يدي ها وعرق عرق عرق وزوق ودير نافع جنجلان ها خايل مديرة أي عجبو خبزة. يا سلام ولا عجبو أنا مالي أنا مالي. لا 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 يا أختي على هاد البنت عندك حريمية. مسيئنا أتبرد ما حيا بالفؤوس. 34 عام في عمرها وحتى حد عمرو ما ساومنا فيها حتى بالأدو. أجي ما يبغيش يتزوج بها حبيبي زعما. يا ود على حبيبي وحبيبك ما عمرو لي شي عينيه الطاليانيات اللي بغا يصاوبوا له الوراق. وسعك السعديه اشنو غتصاوب له؟ الخبز. والو اختي الخبز حتى هو زوين. والله الا خير. هذا الشيخ العزاره محال واش باقي غيتزوج؟ علاش ماما علاش؟ راه كبر منه وعاد تزوج وعاد كبر منه ساكنين في الحومه كنعرفو. شوف شحال هذا الا تحاميت فيه انا وياه يلا نشوفوا له داء ليه جيج. لا عندك 39 ولا 40. دخل 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 عاوتاني اختي. مال لا خويا مالو خلي خلي عزيزه الصديق صافي ما نرجع دابا قال لي غادي يبات في الدار بينا وما يدخل حتى الصباح. انا وكافيكم ما غير تهدد عندها تقولوا له راه
كلشي، راه الا فات تسق الخبر غادي تنوضوا دار اخرى. صافي صافي تهدني خالتي. السلام عليكم. وعليكم السلام. خديجة فين ولدي كريم؟ ناعس. ناعس مالو اش نعسو ياك ما عيان؟ ما عياش غير ناعس وصافي. خديجة سالي فيقي يقولوا يتكلم البا يلا. خلي عليك الولد يرتاح. الله يخليكم. أنا كنتكلم مع مراتي اللي تجاوبني. وتألم مراته تألم. صديق. صديق أسيدي مالك. مالك أسيدي. قلنا لك الولد ناعس ناعس صافي. ما عرفتي شي. والخاف ولدي خمشة ولا مشى. راني قرب الدنيا. راه الله واخا نعرفو نصنعهم حتى المجلس الأعلى. وكيف جميع الجرائد بعنوان كبير نقابي يتعرضوا للطرد وابنه الدكتور يتعرضوا للجلد في القرن 21. والله ما نفرق معهم وخا نعرف نعود رجع للحبس. شؤون هما هادو اللي ما تفرقش معهم الصديق؟ شؤون؟ هادوك اللي ضربوك. راه حنا كنعرفوا القانون، راه الإضراب حق مشروع وكينص عليه الدستور. وحتى المظاهرة والمطالبة بالحقوق راه داخلين في الديمقراطية. وإلا كنا بلد ديمقراطي راه لا للقمع. أنا مزوقف الله. لا للعنف. أسيدي الصديق. أجي أمسبو غلا يفوت في شدقة. لا ماما ما تخافيش. عزيزي الصديق راه يمكن كانت الفوضى داك الشيء اللي شطرا داك الشيء. الفوضى وشكون اللي خلقات الفوضى؟ ما عرفتش. الفوضى راه خلقاتها البطالة. خلقات السيوب والحسوبيه والزبونيه والرشوه. الفوضى خلقوها الوصوليين الانتفاعيين اصحاب المصالح الخاصه سماسره الضمائر اللي كيبيعوا ويشرو في الشعب جمله وتفصيله. صديق الله يعطيك السلامه وبركه عليك اليوم. جا ما سكتوا لنا دابا. وتشعشي عام شعشي على لا شي دق. بصراحه قولي كيف عامل الولد؟ لاباس عليها عزيزي ثق بيا غير اطمئن اطمئن. أصد اخي بفي هاد الغضب ولا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هاد السياسي دي راه ايوقع حتى في الدول المتقدمه. دا النهار فرنسا انا شفت المنصره بعوينتي واقفين قدام مجلس النواب ديالهم وهزي اللافتات وايغوتو ايغوتو 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 ايغوتو. عطيت والبوليس ما ايغشهم غير بالماء. شفعت بما ايغزراو ما ايغ غير الماء. وين ما لقاو الناس يشربوا ما بقى ليهم غير يرشوهم به. لا لا كنزه فين عمرك مشيتي لفرنسا اللي كتعاودنا الاخرى؟ وخلاص اصدق شوف التلفزيون في الخبار وربي لما اقول اعوذ بالله مشي تراجم مباراه عليه وبدل ساعه اخرى وصرت الضو صلي وطلب الله يحد الباس وينزل الفرج من عنده. سيدي ومولاي مخفته خفيه ساعه من عند الغني اتغني ونعم بالله. اجي قول لي يا صديق كيفاش درتي تسقتي الخبر؟ صحابه في الحومه لما سالي داك الاجتماع ديال الدار البيضاء قلت ما كاين لا شنبات ندخل في حالي لداري. انا وصلت للحومه ويقولوا لي راه ولدك طاح في المظاهره وهزوه للسبيطار. يا لاله والخبارات كيف كطير. ايوا ديرها غير زوينه في هذا الوقت حتى حاجه ما بقات تخبى. فين الولد ما غنشوفو؟ فين هو الولد؟ راه هو الفوق ناس. الله يعطيك الصحه صديق لا تفيقو. صديق الى انت يا خي عيان خذ السنسور. يا الله يعفو عليك. لا ينفعنا فعوان انا لا وخيتي معاه عرف سيراسه ما يحرقوش بالغوات. اختي كنزة اختي كنزة راه ما غولش يدي موال بلاشك الا جاد راسو فداك الاجتماع اللي كان فيه. انت يا خالتي كنتي من الخرطه في شي جمعيه نسائيه؟ يا بنيتي ولكن عييت ونسحبت. داكشي كياخذ الوقت بزاف. ماشي قضيه الوقت على ما كنقيلوا نسمعوا من العيالات اللي كيجيو يشكيو على الجمعيه. اكثر شي من البوادي يكذب عليك كذاب. مازال المراه كتاكل العصا، مازال كيتمرس عليها العنف والقمع، مازال المراه كتستغل في المسائل الخايبه،
مازال المراه تخدم والراجل كياخد ليها فلوسها. المهم مازال حقوق المراه مضومه. لا لا بحال بحال راجله. لا 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 يا اختي ماشي بحال اي فان وزمان. على ما الله يرحمها انت تقدر تهز الراس الضنب الله يرحمه وافر بين انا. ولكن يا ماما هذاك راه وقت وهذا وقت اخر. خلي وقت بنتي نوضو نوضو. مالك مالك راه زبيده ماتت. زبيده مرات الحق متولي. ياك اختي تفرجنا فيه في رمضان ومالنا شنو غادي نخسروا نعاودوا نتفرجوا فيه. ألسن ألسن ما نديروا والو. واش شفتوا هذاك متولي شنو داير في العيالات؟ خليه عطاه الله بصحته وراحته. واللي حسدو يدير بحالو. ابنيتي يا إلهام راه بزاف منو دايرين كثار من داك الشيء. انا ما غاديش نتفرج فيه ما كيعجبنيش. لا لا انت ما اعجبو غير دا المصابغ ديال الميسي والميري. ان بغيت لهم دا ملي ايبداو هما بوسفيان 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 بلا حشمة بلا حيا. والو طويلي يا اختي كنزاش هاد الكلام كتقولي راه حشومة. مالاش نو أنقول مال أطرد في حناء مال مال شام ماشي غير أبر من نافع أتحقم فيها عاو تاني قول لينا يا سيدي. يا خديجة خديجة ابنت امي وبا إلى عيني فيها خودها. هذاك حتى هو مسلسل ونتفرج فيه ما لقيت شغل نديرو. الراجل جالس كيتبورد على العيالات بحال غير شيطات. بالحق هادوك اللي كيتزوجوا بيه هما اللي طيحوا علينا الدل. انا يتزوج عليا الراجل بمراه اخرى والله حتى نقتلو نتهنى منه من بعد شحال. السلام عليكم. وعليكم السلام. خلعتيني يا كريم كيف بقيتي شويه لاباس؟ شويه شويه لاباس. ايوا الحمد لله الحمد لله. فين ماما؟ راهم كيتفرجوا في المسلسل. شفتي باباك راه جا؟ ايه شفتو ملي طلع عندي لقاني فايق. ايوا مزيان مزيان اجي اجي نجلسو نتذاكرو شويه. لا غادي نمشي. فين غادي تمشي؟ نمشي نشوف ماما. اجي نجلسو خمسة دقائق ونمشي عند ماما. اجي اجي تفضل لك يا كريم اجي جلس. شكرا. اي تذكروا شوية على أحوالك الشخصية وعلى المستقبل. المستقبل؟ فأين هو المستقبل؟ ماما ديما كتقول لي هذيك إلهام بنت خالتك ظريفة ولكن ما عندنا باش نكونوا معاها. عارفة راسي عزيزة على خالتي. وحتى عليا أنا. إلهام شفتي كون أنا دابا خدمت وأنتي فتحتي الفارماسيان ديال كون رحنا عايشين سعداء أنا وياك. ايوا سال على المكتب سال على المكتبه كريم. اه عندك الحق حتى ديك العصا اللي قلت اليوم كل ما كانتش مكتبه ليا كاع ما ناكلها. الحصوله كريم انت شاب طيب وبحالك ما بقاش في هذا الوقت. حتى انت الى شابه طيبه وبحالك ما بقى في هذا الوقت. انا حشومي وما عنديش مع الولاد. حتى انا حشومي وما عنديش مع البنات. عرفتي انا واخا نحب شي حد ما نقدرش نقولها له واخا يكون حتى ولد خالتي. حتى انا واخا نحب شي وحده ما نقدرش نقولها ليها واخا تكون حتى بنت خالتي. صح كريم. يا ليل الان كريم مالكم؟ ما مالناش. فين ماما؟ ماما ماما
ماما ماما ماما إلهام أجي أختي أجي شنو كنتو كتقولوا؟ أو شغلك مالكي كتدسي علينا؟ ما بقى حد يهضر مع ولد خالته كيجيني مبابا عاوتاني مبابا أنا السعدية بلاتي هذا كيدخلوا الفلوس وغتشوفي كيفاش غادي يولي إيوا هالكلام دابا سمعتك السعدية نعم ما نخبيش عليك واخا كيقول ماما عجبني اليوم على حقا خصني نبقى ديما كيعجبك ها غير حطي عليه اليد لا يطيرك به عندك الحق اختي والله الهام نسيت اختي علاش جيت ها هاك حبيبتي اش تاكلي معنا الكيكه يلا يلا سير باقي هذاك متولي صافي دغيا سالا اليوم يلا سير عرفتش علاش كيعجبني هذا الراجل يمكن غير حيت ما لقيت محسن منه بصراحه كبير ولكن ما عندي ما ندير عصفور في اليد خير من 10 فوق الشجره السعديه المرضيه هكا يكونوا بنات الرجال محضيه السعديه المرضيه هكا يكونوا بنات الرجال محضيه افينكم افينكم الماري الدار كنزة خديجة إلهام أجي واجيو حبيبي مالك عندي ليهم واحد الخبر صار خبر أفينكم وش حال هذه ما دخل الدار شي خبر صار أفينكم أفينكم سيدي مالك ما تخوت أشنو عندي مالك زيدو مالك سيدي مالك مالك حبيبي مالك كنش مالك واش الإنسان ما بقاش عنده الحق أنه يكون شي نهار ناش ناش ماشي ناشط ناشط يعني فرحان ولي علي اهلا سي سدي اهلا سي مهدي حمد على السلامة كيدير نعمة كيدير نعمة واحد الدار بيضاء لا اله الا الله بخير شوف لاباس كيدير مع شي نضال ايوا اش غادي نقول لك اللي بجهدنا حنا كنديروه ايوا الله يرزقكم الصبر قول لي مالك على هاد الهرج ياك ما ياك ما ياك ما درت شي حتى في الطاليان اللي عندهم داكشي غير مدفق عاد نديرو هنا يعني احنا ما دايرين والو قهرونا غير بالطحنزيز ني واشنو عندك حبيبي حبيبي شريتي لي الدواء اي فكرتيني الدواء ديالك راه خليته في الطوموبيل طوموبيل اي ما قلت لكم شي الطوموبيل راه هي سبب الفرحه ديالي هادشي كنت قبيلة البارح قبيلة قلت غادي نمشي ندير شي دورة بسوق الطوموبيلات بالصدفة أنا كندور وأنا كنلقى واحد زي صديق ديالي كنعرفو في طاليان كيبيع واحد الكاوكاوة كتشعل أو أوا هي حديدة حية كتسوى هنا على الأقل على الأقل واحد 50 مليون 50 مليون أي 50 مليون قال لي شنو كدير أنا قلت له ودي كنقلب على شي طوموبيل قال لي نبيع عليك قلت له ودي أنا ما عنديش فلوس هادي قال لي وضح تنبيع عليك باش بغيتي شحال خلاها لي شحال 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 8 ديال المليون موديل 2000 ها هكا كدير هدا 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 ومدونة أموي رحمة الله واش هاد راجل من أهل الدنيا ولا من أهل الأخيرة راه سولت على الديوانة ديالها خصها 12 مليون فهمتي المهم هاد البيعة والشرية غادي تقام عليا تقريبا واحد 20 مليون عند المصبوغي أنصار الله يهديك الله يهديك هذا راه صاحبي وكنعرفو مزيان على الأقل على الأقل غادي يشيط ليا في هاد الهمزة واحد 5 ولا 6 ديال المليون حلال من الله إيوا صحتي صحتك سمعتي أنت وبقى أنت كتناضر باش يزيدوك واحد 2 ديال الفرنك في الماندا ياكل اش عطا الله وراه النضال ما كيتباع ما كيتشرى خلي عندك حبيبي ما كرهتش يا حبيبي شوف هاد الطوموبيل ديال 50 مليون صح صح وقيلا كلكم وعمركم شفتوا الطوموبيل ديال 50 مليون انا شفتها ورقبت فيها والمهم هذه مناسبة اللي ما عمركم في الطوموبيله ديال 50 مليون انا غادي ندير بكم شي تويره على حسابي كلكم بشرط بشرط الميديك امن هو خديجه ولدها وراجلها يرقبوا له وانا على ود عثمان ما انشي غادي نتبند لقدام لا اختي الكنزه لا
انا يخصني نركب القدام ديال النور كندوخ حتى انا ندوخ وما الا كتروني شفت انا سيتوني حتى انا حبيبي انت ندوخ حبيبي 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 حتى انا كندوخ ويلي 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 حتى انت وليدي كندوخ لا حول ولا قوة الا بالله شتي هاد الوليد مسكين حتى هو كيدوخ وبما انكم كلكم عائله دواخه وانا الطوموبيله بقيو معايا عليا بالثمن يمكن شي واحد فيكم يمشي يتروع ويخسر لي الكوسانات غادي نخرجكم كلكم وغادي نستفكم حدا الطوموبيله ديال 50 مليون وغادي ناخذ لكم صوره جماعيه وغادي نعطيكم صوره لواحد وغادي تدوروا عند الناس وتقول لهم شتي هاد الطوموبيله راه ديال حبيبنا ايوا ياك بعدا ايوا بعدا سمعي اجي سمعي راجل خالتك اشنو كاتب في الجريده على صباح ياك ما عاوتاني مزبلها وما عاير شي حد سمعي بعدا العنوان ادرس وتعلم لتداس وتظلم فهمتي اش كيقصد معلوم فهمت قرا قرا شنو كيقول في المقال راه ما دايرش الاسماء ولكن كيعنيهم كثيرون هم الذين يعرفون أن أناس البسطاء سعوا إلى العلم والمعرفة رغم ضيق حالهم فاستطاعوا بعزمهم وصمودهم أن يبلغوا سعيهم فأصبح فيهم العالم الفقيه والأستاذ والمفكر لكن هيهات على هؤلاء التعساء بالأمس وأمام قبة البرلمان اجتمع العاطلون منهم ينددون بالتهميش والنكران الذي لحقهم فنالوا جزاءهم وأخذوا ما يستحقون من إجلال وتقدير حيث انهالت عليهم الهراوات فشتتت جمعهم وعطبت بعضهم هذا والبقية تأتي أبو كريم اي والله يهدي هاد عزيزي الصديق عاوتاني باغي يجبد على راسو شي بلا وبنيتي انا كيبان لي هادشي اللي مكتوب عادي غير لا بغا يخرجوا منه شي فتوى ايه هادشي عادي كون كان هذاك اللي كتبو ما عندوش سوابق فهادشي ديال السبان الله يهديه وخلاص ايوا على كل حال نطلبوا ليه السلام عليكم وعليكم السلام فين هادو مازالين عايشين ولا شنو لا حبيبي ماما عندها كونترول على رجليها عندها رونديفو مع الطبيب ودات مع اختها باش تعكز عليها حبيبي نجيب لك تفطار لا لا الله يرضى عليك انا بغيت غير قهوه الا كان ممكن كحله ايوا الا كانت صفره جيبيها ما كاينش واش انت الصديق اش كاتب في الجريده هذا الصباح لا سيدي مازال ماش الجريده هذا الصباح نشوف تفضل كاتينو مدريس وإن ذلك فإن ذلك ومع ذلك فإن ذلك ولهذا فإنه ولا قد تكدر ولنهارت علي من الهروات سبقى دائما تنهار علي من الهروات وهكذا سبقى دائما تنهار علي من الهروات وكيف ولو هاتشي كيف ولو من الحديث بل شي جرائد هاد الأيام كيكون شي عناوين في الصباحات الأولى كتخلع عزي كان كون غادي في الشارع وكان سرع عيني مع دوك اللي كيبيع الجرائد في الطريق كان قرا يا خويا شي عنوان كان دورو جاكو هكو كان عقدها بجرية كنخاف لا شي واحد يكون شاف لي قريت داكشي ومشي لبسني شي تهمة كنت غادي اكون كنترحب وعلاش غتخاف دابا الحمد لله ما بقى علاش تخاف الحمد لله دابا كاينه حرية التعبير قول لي عجبك الله يخليك الله يخليك السي عثمان الله يخليك اخويا الصباح هذا عرعر ما قد على سياسة على الريق انا مزوق ما قد على الصباح حتى انا نيت ما قد على سياسة نغيروا الموضوع يا الله سيدي غير قول لي نعم السي هذيك السيارة اللي شريتي واش ناوي تعاود فيها البيع؟ ايوا ما نكذبش عليك باغي نتفتح بها شي ايامات ومن بعد سيدي نعاود نبيع عين جاب الله شي عشاق نبيع عليه هاي يدي تشري لا انا عندي طوموبيلتي ايوا سبحان الله وهذه قضيه الاوراق والاجراءات وداك الشيء صافي فضيتوه رانا دارسين مع السيد مولاه هاد الصباح غادي ان شاء الله نمشيو للديوان ندونوها ونتكاتبوا الله يرحم ولي يدرس ايوا اش غادي نقول لك دابا الفيلا اللي كنتي كتمنى بنيتيها السياره الفخمه كسبتيها الحمد لله ايوا دابا بقى كيخصك المراه المراه فين يا خويا المرأة؟ فين هي المرأة اللي غادا تقبل عليا وانا راجل كبا من شيب؟ فين هي المرأة؟ أخلص من الهضرة واش عليا أنا؟ أنت ما خصكش تقلب على المرأة
انت عاجبك تبقى كتعجر هكذا بالحق رد بالك راه غدا ولا بعد ولا قدر الله تحطي مريض راه ما تلقاش اللي يعتقك بكاس الماء ياك هو حبيبي القهوة كاع ماشي غير الماء سالية عزيزي الله يرضي على بنتي نعم عزيزي عندي شي شوية مشي الفوق نزليهم يتصبنوا هي الأولى عزيزي حبيبي ما عندك ما يتصبن لا أنا ما عندي لا ما يتصبن ولا ما يتعجن أنا غير شوف عزيزي صافي غير سيري ما عندي ما أنا عادة بحالة هنا مادي نعم أجي أقول لك علاش ما تجوزش بهذه السادية راه ظريفة ومتخلقة وبنت الناس حتى انا راه ظريف ومخلق ولد الناس ايوا غادي يطيح الحك ويلقى غطاه غادي يتفاهموا وغادي تنسجموا مع بعضكم الله يهديك السي عثمان الله يهديك واش ما خبرتش بلي العلم تبت على ان الرجل والمراه ما خصهمش يتزوجوا الا كانوا كيحملوا نفس المواصفات لانهم الا خرجوا شي تريكه وبغينا نسنسخوها مستقبلا غادي تخرج لنا الفوتوكوبي باهته واش فهمتي شوف انا راه ما كنتبازحش انا كنهضر معاك بالجد اييه الا سعفتيني اتكل على الله انا نوقف معاك دابا هاد السعديه هادي اللي باغي تزوجني بها شحال عندها منها شحال عندها منها عندها 34 عام عندها 34 عام وانا عندي 52 عام وبما انني راجل معقول وما عندي غير نيشان وما كنعرفش حتى حراميات انا ما خصنيش نتكرفس على البنت هي عندها 34 خصني نجي معها بنت اخرى عندها 18 عام باش نكمل الحساب زرع جوج ديال العلاج يكون عندهم 52 باش الله يخرجوا فيا انا راجل بوحدي وين انت واحد النمره نمره واش من نمره بالحق اش غادي نقول لك انا راه غير كنصحك لله اما انت تعرف مصلحتك ايوا اللي فيها الخير الله يسخر فيها اللهم امين الله ينيك الله ينيك هاد الساعه اجي بعدا انت باقي هنا شويه شويه امتى عملتي مع داك السيد داير مع السيده سيدي 11 باب الديوان 11 اييه ايوا مازال الحال يمكن لك تزيد تسنى ان شاء الله الله يسمح لي ما عرفتي علاش كلشي كيقول لي تزوج بهاد السعديه دابا هادي شده بنادم ويضرب لها شي فركه مزيانه ويدخل عليها شي تحسينات تولي كتشعل تولي بحال هادوك صحاب كاستينغ ستار ولكن انا دابا كتخاف غير تمشي تدخل عليها شي تحسينات يجي شي شاب يحسن بها ويخليني جالس على البص هادشي علاش خايفه انا ايوا شاد المسألة خلعتينا كاع ولا وا زدتي فيه على قدك باقي كيتخلع على ما خبرتش بلي الانسان راه كيبقى كيتخلع حتى كيموت ياك راه ملي كنموتو عاد ما كنبقاوش كنتخلع ايوا ايوا يا سيدي الا شاف علاش اللهم الا كنا كنخلعو لا لا شتي انت كاع الا خلعتي شتي كاع الا خلعتي ما تخلعيش هادي صعيبة عليا ما فهمتهاش ايوا حتى تزيدي تكبري شوية غادي نفسرها لك بالواضح حبيبي كدوخني بهضرتك ما عرفتكش انت واش بلدي ولا رومي ايوا ما نكذبش عليك انا كنت روما مع الرومي وكنت بلد مع البلدي هي كترهط ايوا اش غادي ندير راه اللي ما جاي يترهط في هذا الوقت ما غادي يقضي والو عندك الحق بقينا غادي نيشان حتى شطنا وماشي كاع نيشان ماشي كاع نيشان لا انت ماشي ضحيكات شي قبيطات شي خميزات بالنعمه يا السي المهدي معانا خويا الا كان شي يضرب بحال هادي والسلام مع من هو يقول مع انا راجل بنفسي قولي لي مع من قولي لي مع من احسن لك قولي لي مع من ويا خويا المهدي والله الا لا معاك والله الا لا معاك كتشك فيا خويا وما نعرفش ناري حصات عزيزي فين غادي نمشي سير الله يعينك سير بعلاه سير سير تقطي حاجه راسك يا حاجه راسك فينها وانت مازال ما خرجتيش سيدي راه حتى خرجت وعاود رجع يا غلابة انا راه داير مع داير غادي نمشي نتكاتب مع هذا الصباح ملي جيت نضرب يدي لجيبي لقيت ما هادش معايا لا كارت ناسيونال ديالي فين هي طاحت لك لا ما طاحت ليش راه خريجه غير في الشاكوش هو كاين اللي كيقول لي الشاكوش كاين اللي كيقول لي الموزيط كاين اللي كيقول لي القراب وعلاش كتقولوا لي نتوما اش كتقولوا الموزيط انا كنقول لي الشاكوش حنا كنقولوا ليه الشكاره ياه سير خويا راه كاين اللي كيقول لي الصاك كاع شوف شغوش شغادي جبد منو لاكا شوف وقيت الغدا نتلاقاو هنا ان شاء الله واش انت كتقول لي الموزيط ولا الشاكوش عيطت يا بابا اسمع بنتي الله يرضي عليك انا دابا غادي نمشي للاداره
باش نشوف هذيك المساله ديال الانتقال ديالي فين وصلت. علاش تمشي عندهم يا بابا؟ خليهم حتى يصيفطوا عليك. لا انا نيت كيخصني نمشي على ود، عندي شي مسائل في البيرو كيخصني نجيبها للدار. فكرتيني يا بابا، عافاك دوز معاك البنكة شوف لي داك الملف ديالي اش داروا فيه. عافاك الله يهديك بنتي، كتعرفيني انا ما كنبغيش ندخل هاد السواقات. الملف ديالك راه متوفر فيه جميع الشروط. وراك اذا راه تعطلوا بابا بزاف عيسى هادي غتكون ماما رجعت من السبيطار. واحد دقيقه. عافاك يا بابا. شكون؟ واخا سيدي حنا جايين. سعدية سمعت بحال قلمو البوسطة، ما موالف كيجي حتى 12 ربع. سعدية عام الا ما بغيتي. شوف عافاك شكون في الباب. لابورت دابا نتسناهم حتى يصيفطو. معلوم كيفاش كتسنايو؟ راه الفلوس هادو واش غير اجيو هاك 3000؟ راه الملف ديالك كيخصو يدوز على 20 بيرو. راه عييت ما نتسنى بابا. راه عزيزي هذا واحد السيد جاب لك واحد البرقية. فين هي؟ ما بغاش عزيزي يعطيها لي، قال لك خصك تجي انت شخصيا وتجيب لها كارت ديالك وتسني عليها عاد يعطيها لك. ايوا هي هذه شي برقية مهمة. يمكن هذا مول البوسطة اللي مولف كيجي. حتى هو مول البوسطة، ولكن هذا ما عمري شفتو. بصح هذوك هما البرقيات بوحدو. السلام عليكم. وعليكم السلام. فين سعد ما نخرج؟ لا حبيبي جات واحد البرقية وخرج باش ياخذها. بيبي اي بيبي. نعم. اش بغيتي تاكل في الغداء؟ انا رانا كناكل كل شيء. داك الشيء اللي خارج عليك ومخليك بلا زواج. عمدرا بابا شوف داك البرقية. لا ما عرفتها منتي، عاد فتحتها. الله يسمعنا خير. المحترم السيد عثمان السول. ايوا لا باس، هما مازال كيقولوا لك المحترم. لا الحمد لله من ناحيه الاحترام موجود. نظرا لانقطاعك عن العمل ونظرا لعدم موافتكم الاداره بسبب هذا الغياب، فقد تقرر احالتكم على المجلس التاديبي. المرجو الاتصال بالإدارة عاجلا قصد الاستفسار، وتقبلوا فائق الاحترام. غادي يدوزوك المجلس التأديبي وتقبلوا فائق الاحترام. واحترام هذا تبرك بابا. ياك الرئيس ديالك اللي قال لك جلس في دارك حتى نصيفطوا عليك. قالها لي؟ ايوا، ولكني قالها لي غير بيني وبينو، ما قالها لي شي مكتوبة. صافي هادو قلبوا لك حساسك في راسك. نصبوا لك فخ يا بابا، بغاو ينتقموا منك. هادو بغا يبعدونا عليهم باش يجيبوا شي واحد على قد يديهم يديروا به اللي بغاو. بالحق انا ما غاديش نسكت لهم، غادي ندافع على راسي وتخرج فين ما خرجت. عندك الحق سي عثمان، انسان هو خصو يدافع على مواقفه. تثبت مبادئه. وإن يدير بحالي يدير راسه وسط الريوس وعيط قطع الريوس. السلام عليكم. لا تديرش في خاطرك السي عثمان. لا انا معول على اكثر من هذا الشيء. الله يهديك. الله يهنيك يا الهام. السلام عليكم. هذه الساعه للحديث بقيه. السلام عليكم. دابا شنو غدير يا بابا؟ اش غادي ندير؟ والله ما عرفت اش ندير. سير جلس في دارك. علاش جلس في دارك؟ طلعت كل كرموس نزل من قالها لك. انا عملت غلطه كبيره، ما ملي قال لي سير جلس كنت نقول له قولها لي مكتوبه. ودابا خصك تنوض تمشي تشكي. نشكي؟ لمن نشكي لمن؟ والله هذيك بنتي انت راه ما كتعرفيش هادوك. راه هادوك الا تامروا على شي واحد مشى قضيه عليه. والله بابا هذا الشيء اللي طاري لك مقلقني بزاف. لا ما تقلقيش يا بنتي، بالعكس انا رانا فرحان وراضي على نفسي، لانني الحمد لله من نهار بديت الخدمه في هذه الاداره وانا مصمم على باش نادي عملي بكل اخلاص وبكل صدق. شكون؟ ما خديتيش سوارتك؟ شكون؟ هذه ماما رجعت من السبيطار. الله يرضي على بنتي، ما جبديش مع هذه القضيه ديال البرقيه، خليني انا حتى نختار لها شي وقت مناسب وغادي نفتح معها الموضوع. واخا بابا كون هاني. السلام عليكم.
لا لا حكيوا لنا كيف حتكم تحكيوا لنا باش على الاقل حتى حنا نضحكوا معاكم شويه. حكايه غريبه وعجيبه ما تصلح تكون غير في فيلم ديال الخيال. بحال اش خالتي بحالاش والله الا شوقتونا. فين هو خاي المهدي حتى هو يسمع هذه الحكايه؟ خاك المهدي عاد خرج. وعيدوا السعدية هاد المغربة راه خص كل شي يسمعها باش يضحكوا شوية. سعدية سعدية عندك الحق خالتي حتى حنا محتاجين نضحكوا. علاش سلامتكم جيتو؟ وعلاه ما كتشوفي شي فينا؟ جينا غنضرح بنتي. شنو قال لك الطبيب؟ قسمتو انسو 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 تسمعوا شنو طرا ليا مع الدكتور راه داك الشيء عجيب وغريب. انت عندك تكون هذه غير شي خرافه من هذوك الخرايف ديالك. الا ربي لا ما اقول له. لا سي عتبان هذه شتا بعينيا ما يدخل فيها ياك ما طرات لك شي حاجه كضحك. سمعتو راه قالت لكم كتقتل بالضحك. انسو تسمعوا وديروا الشهاده في بالكم. أنا من لهنا حتى عرفنا تاهي سميتها إنزا. واسمع الرجل الشقوى الله الضمانة إلها منفوخة قدامها وأتشئي من الحرق. قولي هي من اللي أنا دوزوا لها قالوا لها نوت تمشي بحالك وانت ما عندك والو. وأمن بزيز لا ما أمن مني قلت لحدها بدات تشكي علينا وانا وقفت من عندها الكليشيات ديالها كنشوف فيهم وانا كنلقى مكتوبه فيهم كنزة الحمدوشي وانا نقول ليها اسمك الله لالا قالت لي سميتي كنزة حمدوشي. هنا بان ليا ملي غلطوا ليهم في التصاور اختي كنزة اللي كانت ما مهرساش تقبصات. وكنزة كنزة مهرسة قالوا لي هانوني رانتا ما عندك والو. ويلي على مغربة دابا الخطأ وقع في حمدوش وحمدوشي. لا شي والله الا ضحكتونا ضحكتونا شويه بعدا ونسيتونا في الهم. ولكني بلاتي ملي شافوا المراه مسكينه كتالم من الحريق كانوا على الاقل يعاودوا ليها التصور. الله يهديك الله يهديك السي عثمان لو كان تشوف واحد السبيطار كيف عامل اما حالته مرضى مساكن كتبكي. ايوا شتو قلت العنايه والترئيز وماشي تمقريها عباد الله هذا 15 يوم وانا مقبزة على والو. حبيبتي والله الا انا بصح كاع ما كانت باينه عليك مهرسه كتمشيتك مقاد حبيبتي. انا الله يسمح لي الله يسمح لي والله ما كنت ناويها غير شي كذبه من هذوك. والله عطانا تاول تانت خلاص ويلا نمشي نشوف ام اشنو وجدتو حبيبتي كلشي وجدتو خنا نجمعو وحنا مجموعين. يلا نمشيو يلا خديتي فيا يا ماما. هادي صاحبتي واش معيش لهاد الحبيبه ديالي؟ واش معيش لهاد؟ انا مزوقه في الله راه عاد قيستها. واش معيش لهاد اختي؟ انت زين قدامها انا اختي زين قدامها. لا 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 كنزه
كنزة أشي 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 الله يسمعنا خير. أنا هاني يا زماني. جلسي جلسي. كنزة. نعم. بغيت نقول لك شي كلام، ولكن بغيتك تهدني وتملك اعصابك. ما بغيت لا فضيحة ولا شوح. عثمان راه شوشتينا اخي مالك. بلا مقدمات، هاد الصباح انا لا توصلت بواحد البرقيه من الاداره كيخبروني فيها باللي غادي يدوزوني في المجلس التاديبي. المجلس التاديبي هائلي على المجلس التاديبي. على اخي شنو حصلوا عليه؟ أتسرق ولا أتخطف ولا أتعطي الرشوة ولا أتبيع وتشري في الأوائل؟ ولا حيت ما بغيتش تدخل معاهم في عيلهم وعمايلهم ودق التخلود متاعهم؟ أكنز راه قلت لك ما قادين على فضيح العرب. خليني أتمنى براء الله وفيه نتألم. هاد السقات ديال هو اللي خارج عليه. إلا بغاو يشنعوا بي شنع بيهم انت الاول. اش غادي يوقع كاع؟ ما غادي يوقع والو، ولكني انا راه ما قادش عليهم، لانهم عارفيني باللي ما معني بحد، ما متكي على حد، ما مسند على حد. انت ما محتاج تعنى بحد، انت عند افات ما تجتهد. واش بغيتيني نتشقر مع اللي ما عندهم ضمير؟ راه ما كانوش يضغطوا عليا هكذا لو كان ما عرفوش باللي جناحي قصير. اويلي استغفر الله العظيم، اويلي استغفر الله العظيم. غير طلعتيني عليهم عثمان، والله غير لما مشيت فضحت ليهم صرايرهم وطررت ليهم. ما تخافيش، ملي غادي يدوزوني في المجلس التاديبي غادي نفضح ليهم صرايرهم، غادي نقرر بهم، غادي نفرقع الرمانة ويبقى اللي بغى يوقع. ايوا هادي زوينه، هادي زوينه. اون مخلود ولا يدوز في المجلس التاديبي. دابا سمعي بعدا، خاصني دابا نمشي للاداره حيت دايرين ليا في هاد البرقيه، نلتحق بالاداره عاجلا. الله يشويني فيهم وموضع الاداره النايحه نتاعهم. انا اون ساعتين عثمان اون الاستفدار معزز مؤرم اتنهي وتامر، واللي بغاو ما يطلعوه يطلعوه. ما غاديش ينقلس في داري، غادي نمشي لعندهم، غادي نتحداهم باش ما يقولوش عليا بلي رانا خفت منهم او ما قادش نواجههم. الله ينيك الله ينيك. اش عثمان لا تفسر راه المكتبة توصل ليلي عليها. الله ينيك. الا لا اختي، الا لا خديجة اختي، البنات اجي وعط اونيرا قلبي غايسقط. ما حشموا ما استحياو. الراجل في عمره 58 عام عاد باغين يدوزوه في المجلس التاديبي، حتى حاجه ما قروا بها، ما خلاو فين الفطوه. ها هو في طنجه، ها هو في أقادير، ها هو في الاويره، ها هو في برقان، ها هو في انزقان. ما خلى وعمره ما قال لهم لا. الا لا اختي عطوني، خديجه عطوني. اجي اختي، اجي نتعانقوا وانا وياهم نبقيو على رجالتنا النبلاء الشرفاء. اشنو طاري بهم؟ وصافي عافاك ماما، عافاك لمن علي الشيطان. اختي قولي لي بعدا شنو واقع باش نعرف علاش غادي نبكي. راجلي المأب ديال داري مالو غيدوزوه في المجلس التأديبي. صافي هادشي علاش بغيتيني نبكي. ايوا لالا انا راجلي من نهار اللي تزوجت به وهما كيدوزوه في المجلس التأديبي. انت بعدا راجل اي برد فيهم خدايدو اي شبعهم عيار خزا فيهم. ما كيسرق ما كيخطف، راه غير المصلحه العامه اللي خرجت عليه. اما لو كان بغا يدخل سوق راسو كل عام الله فين وصل واش ندرك. عزيزي الصديق على الاقل عنده الجرأه والشجاعه باش كيدافع على راسو، اما بابا مسكين ما عنده دربه للمشاكل. ابنيتي راه همهم شتي هادوك
الا ما مشيتيش معاهم في الطريق اللي بغاو واخا تقيلي تغوتي والله لا سمعوك ولا حروا فيك. اي انفي يا اختي دابا خصني ثاني 14,100 باش نجمع الرحول. 14 لالا والفارطون انت تعاودي لها مليونات. سعديه اشكون هذا مول البوسطه على هذه البرقيه الصععه ديال ابيله شكون اللي جابها؟ لا ماما هذوك هما اللي البرقيات بوحدهم. الهام عيطتي شوف عافاك الباب رجع الى 32 عام هو ادمر وفي الاخر باغيني ارموه باغيني ارموه باغيني دوزه في المجلس التاديبي. خاف الحياه سعدي اللي سمعي قول عم الله اش نعمل. الله يهديك واش غنديوها على الناس شنو كيقولوا اللي بغا ما يقول يقول عافاك اختي الله يهديك. لو كان شوفي انا راجلي شحال ديال الاشاعه تلقوا عليه ولكن الناس اللي خدامين معاه راه كيعرفوا على جاوبتك البنكه البنكه هادشي ياك ما تسرب شي وباء على الدار مالهم سخفانين سخفانين اشنو اللي سخفهم سخف هادهم الخبار الخبار شكون فيهم واش الخبار نوف الساره ولا الخبار الاخيره
انا ما عرفت، انا لقيت هذه الرساله في ايد ديلان، يمكن لها هي اللي سخفتها هي وطاتي، وماما والسعديه عاد دابا سخفوا. ومع ذلك فاين ذلك ومع ذلك ولي هذا يتعذروا علينا وسيبقى دائما يتعذروا علينا، وهكذا يسبق دائما يتعذروا علينا، هكذا سيتعذروا علينا ويبقى دائما يتعذروا علينا. وهذه الرساله يمكن لها تسخف الى ماما. ايوا والسعديه وماما كنت شكون سخفهم؟ ماما سخفها بابا. كيفاش؟ ماما سخفها بابا حيت عتقلو، والسعديه قالت لك ما يمكنش تبقى بوحديتها بلا سخفه. ما يمكنش تبقى بوحديتها بلا سخفه؟ سعديه نوضي تقعدي. نوضي نعم حبيبي. ما تقعديش من حبيبي ولا زعتري تقعدي عليا. ما تخوتش عليا عاد نقدر نعاود نسخف. حبيبتي وحبيبتي نعم لالا نتغداي على الغدا طاب طاب، حتى انا يا اختي فيا حكه ديال الجوع كيصلق. يا الاويني يا الجافيني حرام عليك خليني في محالي. سي خديجه. نعم اخويا. نوضي سيري تغداي سيري خويا. اه صدي قبطوه. ايوا شي باس ما كاين، لا قبطوه دابا يعاودو يطلقوه. ايوا كتعرف كيفاش كيطلقوه، كيطلقوه مدود. صافي شي باس ما كاين، هادشي غادي يلقاو ليه حل. سيري سيري. إيلان إيلان نوضي نوضي، حلي عينيك فيا باش تدير منك السقفه. انا كريم. هاني 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 ليلي كريم، وقتاش جيتي؟ عاد دابا شويه. سيري 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 قبل ما يتغداو عليك. سيري دابا غادي تغدا معانا؟ لا غير سيري، انا خلط عليكم انا وحبيبي مهدي، غير سيري. هاد المشاكل كثيره فاش كتعيش هاد العائله هادي. شفتي على زهر عندنا حبيبي؟ راه ماشي الزهر، شويه من الزهر وشويه مرتبط اليدين. المشكل اللي عند هاد خواتاتي هو انهم بجوج تزوجوا برجال من صحاب المبادئ، خرجوا على رؤوسهم وغادي يخرجوا حتى على ولادهم. اسمعني مزيان، اسمعني مزيان وحل ودنيك الله يرضى عليك. واش مستعد؟ مستعد، واللي طلبتي مني نديرو. ما طلعش ما طلعش. يلا لا لا، هاد المرة إلا سمعتوني غادي تطلع. المشكل الواحد اللي غادي يكون عندي هو داك السي عثمان والسي صديق، خصني نشوف كيفاش نجليهم عليا، لأنه ما دخلنيش معايا في هاد اللعبة اللي باغي ندير. أما حتى خواتاتي أنا عارف كيفاش غادي نقنعهم. سير عيط لي عليهم. هو الأولى حبيبي. ماما تاتي. ماما تاتي. ماما شتي على زهر عطاني الله؟ طحت بجوج ديال النساب، جوج ديال النساب من صحاب المبادئ والقيام والنضال، وهادشي ما بقاش كياكل في هاد الوقت. انا خصني ندخل، انا ما يمكنليش نشوف هاد العائله كتخبط في المشاكل وانا الحلول كلها في يدي ونبقى ساكت. افايلكم افايلكم. ها احنا مال مال المال. زيدوا تفضلوا زيدوا 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 زيد زيد. تفضلوا تفضلوا جلسوا. احنا جلسوا جلسوا جلسوا. سمعوني الله يرضى عليكم، رانا بغيت نوجه لكم واحد الكلمه. وجه اخويا وجه، راه ما بقى عندنا حد غير الله وانت. تكلم حبيبي احنا كنسمعوك. بسم الله الرحمن الرحيم. اختي العزيزتان، ابن اختي المحترم، اي ابنة اختي المحترمة وشبه ابنة اختي المحترم. حتى هذه بنتي ماشي شبه. لا اختي هذيك غير شبه، وانا عارف شنو تنقول الله يخليك ما تخاطعينيش. هو غير كمل كمل اخويا. شيبو انا شيبو ولا هنا يا سي سلمان. انت تحشم انت تحشم السعديه. الحقيقه هذه الحاله المزريه اللي صبحات كتعيش هذه العائله اصبح من الواجب علي انني ندخل. انا ما يمكنليش نبقى كنشوفكم نتوما كتخبطوا في المشاكل وانا الحلول كلها عندي، ولهذا انا قررت باش غادي ندخل وندلي برايي، خصوصا وانني كنعرفكم كنعرفكم انكم ناس طيبين وكتحبوا الخير للجميع. ما ادبتيش يا اخي ما ادبتيش، ربي اللي عالم. داكشي اللي غنبغيو للناس يصدفوا لينا مولاي الاريم. ولهذا رانا فكرت وقررت. قربوا وسمعوني مزيان. قربوا وسمعوني مزيان وحلو ودنيكم الله يرضى عليكم. احنا
ماما اريد تكلم مع باباري. بلاتي بلاتي ما تقطعش. هاكا ولدي. الو بابا قطع. واش بسمع غير عاود عيط لك. صافي طلقوه. ايوا بحال ديما كيقبطوه حتى تيسخسخوه ويعاودوا يطلقوه. ايسخسخوه. انا ما فهمتش من هاد المكالمه بلي الصديق غادي يمشي للملاعب. يا خويا. اذا غادي نتهناو منه. المشكل الواحد اللي غادي يبقى عندي هو سي عثمان، خصني نشوف حتى هو كيفاش نبعدو علينا لانه ما دخلش عندي في الخطه ديالي. لا 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 عثمان غير لا تعول شي عليه، هذا ماموال زديعه صعاب باش تقلعو من الدار. ولكن ماما الا لقينا له شي سبب وقنعناه باش يخوي ما كنظنش يقول لنا لا. لا لا صافي الله يخليكم الله يخليكم صافي لقيتها. شنو هي؟ الله يرضي عليكم. شنو حبيبي؟ غادي 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 نتحاموا فيه كلنا. اللي غادي يجي غادي نشعروا بانه عيان وخصو يسافر باش يرتاح، وهذه هي الوسيله الوحيده باش يمكننا نبعدوا علينا حتى نساليو شغلنا. مزيانه مزيانه. غادي السفر هو احسن. شوف 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 عزيزي 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 ايه ايه واخا عزيزي واخا ادخل ادخل عزيزي. ولله دار مزيه ملي سرسر مره اخرى ما نحسو به حتى وقفنا عند راسنا. دابا الله يخليكم دابا هو جا الفكره راكم فهمتوها. ملي يكون واحد كيهضر لاخر ما يجاوب ما يجاوبش. ما تهضرش عليا والله. انا ما عرفتش هذا الشيء. سير عند ماما سير عند ماما سير عند ماما انت طيب. سهل. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. ما ديتيش مع اسوارت؟ ما عرفتش وقع ليا سديت عليهم في الطوموبيل كلهم. عم درا سي عثمان اشنو داروا معك؟ اش غادي يديروا معايا؟ قال لك سير سيدي قلت في دارك ومن دابا 20 يوم كيخصك تحضر باش تدوز في المجلس التاديبي. الله يدوز عليهم السقيلي ان شاء الله. وعاد عثمان شنو؟ انت فعل الله اخي. شنو؟ ليه لا يوريني في محنه حبيبي؟ مالك؟ مالي؟ أزي إلس 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 باش أتحس؟ الله 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 مال وجهي أصفر؟ وجهي أصفر؟ إيه؟ لا ما أصفرش. أصفر 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 أنا وجهي أصفر؟ إيه أصفر 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 انا وجهي صفر. ايه صفر صفر صفر. ويمكن غير العيا. يمكن اهدا 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 يمكن ملي السيد الرئيس صرف المقابله ديالي انفعلت وتعصبت. راه داكشي اللي متحمل راه ما يقدر حتى شي واحد يتحملو. هذيك الله هذيك السي عثمان الله هذيك علاش عليك الاعصاب وهاد الانفعالات؟ لاش لانني ما كنبغي شيء يتمارس عليا الظلم. عزيزي عزيزي الله يهديك راه الصحايا كلشي. كون شفتي انا هذوك الدكاتره اللي تخرجوا معايا شحال من واحد فيهم مسكين مات غير بالفقصه. الله الاقوام. الله يحفظ الله يسر الله يحفظ. بابا اجي نقول لك كون غير سافرتي شويه وغادي ترتاح. والله بنتي هذه الفكره ديال السفر عندك الا مزيانه. ولكن ياش هذا وقت السفر؟ معلوم معلوم السي عثمان وقت السفر. شوف الصديق غادي يمشي لمولاي يعقوب ومشيتي معاه. لا 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 مولاي يعقوب في هذه الوقت راه كيكون فيه ازدحام. ويا سير سيدي حرازي. لا 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 راه مولاي يعقوب وسيدي حرازي بحال بحال الله يهديكم راه كيكون ازدحام في هذا الفصل هذا. بلي سي عثمان انا طاحت عليه واحد الفكره. علاش ما تمشيش يا سيدي لمراكش وتاخذ شي وطيل محترم وجلس سيدي ارتاح ليا مع راسك ونسى الدنيا وما يجي من حتى مراكش. مراكش 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 مراكش
بصح حتى وراحت. سير سير. ايوا الا كان ايوا شوف الا كان شي مشاكل ماديه ولا شي حاجه حنا موجودين. خلاص عاود لنا هذا الشيء. الحمد لله بابا بخير وخميره. صافر عزيزي صافر ونسى الهم ينساك. شتي عزيزي كون كنت انا منك ما كاين غير تفاوج وصفورات تفاوج وصفورات. اش غادي يدي منها بنادم ولا غير ماكله وما شرب وما شرب. صافي والله الا الدرية هذه الا فتحت لي الشهيه بالصفر. ايوا ونسمع الالام والصفر. خلاص يلا دابا صفر ولكني بلاتي. عزيزي عزيزي عتم الله يهديك راه الا صفرتي غادي ترتاح وتريحنا حتى احنا معاك. لا لا كيفاش نريحكم اولدي معايا؟ لا زعما بغى يقول لك ان راحتك انت فرحتنا حنا. انت اللي بغيتي تقول اولدي. هادشي اللي قال. اييه فهمتك اولدي الله يرحمك. ايوا ايوا جي دابا الا سافرت كنزة وإلهام والسعدية شكون اللي غادي يبقى معاهم؟ لا عزيزي حنا 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 عزيزي. إوا حتى لا تبكي على خاطرك عزيزي على خاطرك. إوا ولا خصاتهم شي حاجة؟ لا عزيزي شي وحشة الله يهديك الله يهديك البعض أرام سادسة الليلة بالمفالس الله يهديك. إوا اش غادي نقول لكم؟ لا إله إلا الله عليها. إوا السي دابا غادي نمشي نجمع شنطتي وهاد الليله ان شاء الله من بات حتى نبات في مراكش. الله يعاونك صبر على صحتك. عثمان عند اخي تنسى الاتما وتقاصر والرئيطه ديال التينيس. بوادير نجاح الخطه بدات كتبان. الله يخليكم ما نضيعش الوقت. غادي نوزع عليكم المهام ديالكم الادوار ديالكم. اختي كنزه الله يرضي عليك رانا احتاجيت لذوك المواهب ديالك. الادو. الله يرضى عليك الله يرضى عليك. بغيتك تشنعي بيا في الاوساط. بغيتك تشنعي في الاوساط وتقول لهم بانني عندي واحد خويا 20 عام هو في طاليان وجمع معاه شله فلوس ومجوج بشيخه. شيخه 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 ولكن ماشي من هذوك الشيخات ديالنا اللي كتقول لك او بغيت الغاوت. ماشي ديك اللي كتقول لك او بغيت الغاوت باش نتقوت. لا ماشي هذه. هادي شيخة خليجية. ايوا ولا علي المهدي الفتيني بدا الشي اللي انحب. غان ام لابديعايا بديعايا لا انت ولا صارت غادي الرد. انت هو اغنى رجل في العالم. ما نخافش عليك. انت يا سعدية حبيبي انت اللي غادي تقومي بدور الشيخة. انا الشيخة انا الشيخة. قولي بعدا. نعم حبيبي. كتعرفي شي شويه ديال الخليجيه؟ يا سلام ما كاين حبيبي ما سهل منها. هانتا غير في عواد الكاف غادي نقولوا الشين وفي عواد القاف غادي نقولوا الكاف. عطينا شي مثال السعديه باش ملي تبداي تهضري نفهم. مثلا 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 بغيت نقول لكم داركم كبيره. اش غادي نقول لكم؟ تقولي دارشم كبيره. وبغيت نقول لكم مثلا مثلا تكلموا قبل ما تاكلوا. شنو غادي نقول لكم؟ تشلموا قبل ما تاكلوا. مطوره يا اختي مطوره. بارك الله عليك ما عندي ما يتسال. المزيك لا تدوز هادشي من بال هذه راءت اللبس بعلسون. اختي خديجه. نعم اخويا. انت اللي غادي تقومي بدور الوصيفه ديال الشيخ. غادي نتبع الشيخه بحول الله. ما كان غير الطاعة والابتسام واللي قالت مولاتي هو اللي كاين. ايوا انت السعدية عطا الله بنيتي فوز مع راسك. ايوا ايوا حبيبتي نحكموا بعدا واخا غير في التمثيل. واحد في التمثيل. اما انت وليدي يا كريم جمع راسك شي شوية الله يرضي عليك. وكون راجل انت راك غادي تقوم بدور السائق والحارس الشخصي ديالي انا والشيخ. واللي قرب لكم انفرشخو. لا لا وليدي وليدي الله يهديك هذا راه غير تمثيل بلا تفرشيخ. انت يا الهام. نعم حبيبي. انت اللي غادي تقومي بدور السكرتيره الخاصه ديالي. الهام جات معايا وهذه هي المناسبه باش نوريكم موهبتي في التمثيل حيت من
ملي كنت صغيره في المدرسه كنت ديما كنقلد الاساتذه وصحاباتي كانوا كيقولوا لي اتخرجي ممثله ساعه ما خرجتي الحمد لله لا 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 يلا شكرا يلا انا وجدت سلامه بابا يعطيك على خير اللهم امين غتمشي في السياره ولا في الاطار انا في نظري سير في الترن حسن الله يرضى عليك راك شتي الطرقان ديالنا تبارك الله كي دايرين كتزيد 5 6 كيلومتر كتلقى شي كار مكرشخ في شي فوسي الله يرضى عليك الا ما سير في الترن اخويا الله يرحمك لا كنعرف لا انا عوال نيت غادي نمشي في الترن على ود انا باغي الراحه ما باغيش اي والله يديك على خير ويجيبك على خير امين عزيزي وطرق سلامه وتهلا فراسك عزيزي الله يرضى عليك يا بنتي عثمان علمنا في التليفون ان شاء الله غادي نعلمكم في التليفون اول مره من نهار تزوجت غادي نسافر بوحدي ايوا السلام عزيزي مشكل عرفت لكم واحد القضيه في الحقيقه والله ما سخيت بكم عزيزي عثمان لا غير سخاب الا ما تخاش الله سلام عرفت شنو غادي نديرو؟ غادي نمشي مع حتى المحطه غادي نقطعوا له الورقه ديالو وغادي نرغبوا هذاك الراجل اللي كيدوز الناس كنقول الله يخليك بغينا ندوزوا هذا الراجل ياك ونطلعوا حتى للتران ونحضيو التران حتى يقلع ونديروا له البال عاد نرجعوا معنا واش دار لك هي اللي ما تعاودش اتغرامي في الادوب ما اين غير ادباءات نسيء في الاخرى بحالاش يا ماما يلا سمحي لي سير هدا الو كتابة الحاج الفرقوشي شكون انت يا لالا اللي كتسولي لالا هو ما كيستقبل المكالمات غير من 11 حتى 12 الاسم ديالك تعاودي تتصلي ان شاء الله لالا مع السلامه عاودي لي يا ماما عاودي لي شنو كنتي كتقولي لي اوه هاد التليفون هذا ما يخليناش نهضروا في خاطرنا هذا الا ما طفيتيش راه ما يحبش من التسرسير انا عارفه هادو اللي الفتهم باش يشيعوا الخبر شنو يمقليهم يديروا عاودي لي يا ماما عاودي لي شنو كنتي كتقولي ليهم ايوا اختي قلت نقول لهم خاي 20 عام هو في الطاليان اي تاجر في المخدرات المخدرات
ماما خلعتيني. في المجوهرات وعنده اسهم كبيره في شركه قبار في اليابان والطاليان والميريان ومزوج بشيخه. واللي نقول له مزوج بشيخه يتفاجئ، عاد نفسر لهم بالله شيخه خليجيه. ها ونزيد نعمر عليهم الشوارج، نقول لهم ورته بير ديال البترول على شدو. ويلي يا ماما هذه عندك معيقه، اجي كي تيقوا بيك. معلوم غيثقوا بيا ملي نقول لهم هاد الشيء وندور معاهم. انا كيعز عليا على حبيبي مسكين، غيخسر ميزانيه في هاد المسرحيه هادي. الله يهديك، اش من ميزانيه غادي يخسر حبيبي؟ هذا راه مطور، شتي اعداء العشاء اللي دار في اوتيل سان ايطوان؟ وعرض غير على الشخصيات المهمه ديال البلاد. وانت شتي الخير اللي بقى غير مدفئ والاوطيلات على الشقال. مالو طال ما بغاش يتخلص منه. سمعتها يا ماما ولكن ما فهمتش علاش. لانه تا هو طامع يدير شي مشروع مع حبيبه. وراء سمعتي شنو قال في الاليمه اللي لقى في العشاء؟ بانه جا من الطليان باش يقوم مشاريع هو شراء اللي في الخارج ومعاهم شي مقاولين اجانب، وراهم دابا اي قلبوا على شي منطقه كبيره باش يبنيو فيها سلسله المعامل. ايوا العبائره الطماعه ما سمعوا من طبل غير الطائره. انت سمعتي شنو دايرين عليه بالتليفونات؟ الحصول حبيبي عرف منين يدوز ليهم في مده اسبوع، فدا قضيه بابا وحتى قضيه عزيزه السداب. وافع الله، تبارك الله عليه، تبارك الله عليه. زعما ماما الي افيكاس، الي افيكاس. ما اي ايوا نوض افيكاس، نوض مع راس ارى الوقت بدا يدر. انا نوض قال لي حبيبي اليوم الفصل الاخر، اليوم يستقبل المقدم وبيه غيختم. وقتاش دار معاه؟ تساعدون ورا ما بقى الوالو يوصل. حبيبي فاق بعدا فاقوا وفطروا دابا راه يلبسوا يديروا المقياج. ايوا مزيان مزيان بعدا هذا انا عندي هادشي ونعاود نولي. الو بابا، بابا لاباس عليك؟ كي دايره بابا؟ توحشتك بابا بلاتي. ار 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 شوف ماما راه مجروبه بزاف. شوفها بابا بالسلامه عليك، الله يجيبك على خير. ار 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 اش خبار اسيدي؟ تانا توحشت. ويلي عثمان سقط راه البنت حدايا. ويلي الله عطاه ما تاعود سقط. اييه ولاش بغاوة؟ شي حد توسط له بابا راه كي كتعرفي نفسه ولا وشغل يقولها له؟ ما اي شي ما غير تاتي تاتي إلهام. صباح الخير. صباح الخير تاتي. هذيك الخبر الزلقه ديالي ما بانتليكش. نعم. واش شاف السعديه تقلب الاعلام؟ السعديه ما بغاتش تتكلم معايا، قالت لك الكونسونطري على الدور. واخا سيدي واخا. واش غرفه اخرى من هادو ديال العزيز؟ لا لا بنت ملك خفاط زرقاء. واخا ما يكون غير خاطرك اسيدي. ولا عندي ما ندير الاسير، جيب وحده من دار ام. وصافي صافي اتاتي ما تقلقيش، امشي نقولها لماما تقلبي عليها. سير قولها لماما، سير. ماما ماما وركي قلب واحد دقيقه الله يخليك. ماما 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 الباب الباب. ولا لا اختي لا 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 هادشي بزاف عليا الشغل خاصه لالا العوين. ويلي استغفر الله، انا قلبتي بوحدي. ويلي اها اش قول
القدام وهو تما ما تخرجي انا مثلا وقف وقف واخا قولها الله يخليك شنو المقدم جا شحال فيها من هكتار 20 وكالة الإصلاح بارك الله فيك سيدي شكرا لا ما ننساش ما ننساش مع السلامة سيدة المقدم سيدة سيدي سيد سيد مرحبا بأونار كبير هذا يطول في عمرك زيد لي في مدارك لالا مولاتي مرحبا بكاس المقدام يطول في عمرك زيد لي في مدارك لالا مولاتي بارك الله فيك الله يخليك سيدي ورقة التعريف ديالك أه؟ اعطيها لأرت ناسيونال ديالي ها هذه راه بنتي السكرتيرة الخاصة ديال خايل المهدي وقفات مشروع الفرماسيان ديالها وقلست أب الحبيبة يطول في عمرك زيد لي في مدارك لالا مولاتي شكرا تفضل جلس عاسي المقدم سير تقلس عاسي المقدم إيه؟ عافاك خليك جالس يطول في عمرك صافي 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 اجي تقلس سني سمعني مزيان شنو غنقول لك انت راه عندك ازهار كبير اللي خايل في الرؤوس يطلب يستقبلك اه سمعني مزيان شنو غنقول لك عندك تمشي تفسر عليه تمشي تقول لولادي ألسين بلا خدمه اولا ما عندي فين نسال لا دور معايا رانا عارفه الحاله ضعيفه والمنضع على قد الحال هادشي قولو عارفه عندك شوف الى جيتي على انت راه ما غيخص معاه حتى خير اما الى حنات في لالا مرتو صوب لي الله استحات لي طاقه القدر يطول في عمرك زيد لي فادات كلا بولاتي واش يقول لك ولا ما حناش فيها مراتو او ما جيتش على قالته ايوا داك الساعه تعرف راسك من نهار اللي دزتي وحطيتي رجلي في الدنيا بلا زغبي وقعبي وما عند زهر وعاود الاب سرت جلس سرت جلس هنا ماجا زغبي وقعبي هادي عارفه من زمان دابا حتى ملي كتكون دايره عندنا شي دوره في المقاطعه كينسوا ما كيقعدوا زي زميتي في القائمة تفضل السي المقدم يطول في عمرك يزيد في مدادك لالا مولاتي هاكا سيدي شكرا الله يرضى عليك ما تسقسيك الله يرضى عليك انت سيدي ما يمكن ليش نتكلم معاك إلا مشات حصلني الحاج الفرقوشي غيجري عليا منع عليا نهضر مع رجال مباشرة غير في التليفون ما عرفتش علاش والله سي سي جلس جلس وشرب شرب نزل الكاس من يديك وجمع الوقفة الله بسم الله عليك يا رسول الله انت هو المقدم ايه عرفتي المقدم اجي لنا بسم الله سيدي بسم الله هاك اشغل اخويا اشغل اشغل قبط اخويا ها قبط اشغل قبط اخويا انا راه قبط وسكت وزيدك للفوق فهم لي كانت المقاومة فين كنتي كنتي مازال صغير ها مازال صغير احنا نشوفو هز زيدك للفوق ايوا ما سمعك والو والو لامس واش هادشي كيتخرج في جيب غير شي شوين تات وشي شوير تات يلا نزل كلشي للبلا يلا نزل كلشي للبلا الله يهدي اولي الله يهدي شات هذا ماشي معقول هادشي اللي داير مع هاد المخلوق هذا رطيئه سلي شوفي الله يخليك غادي تخليني ندير خدمتي انا راه با اللي ولدني ما نتقش فيه انا كنت خدام سيدي شايل عرضه الوالدين انتبه 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 الحاج الفرقوشي جاي اي اجي لنا لا بس شوف ملي كل كيتذكر معاك الباترون ما تحرك ما تململ دوز لنا ياك سمعتي سمعت شوف راه الا بوجيتي من بلاصتك راني نفرشخك ابو نتاي ها إلا تحرقتي راي راي فرشخة بحال الزيتون اللي مفرشخ
حاشا فيك كيف أحوالك؟ الظاهر إن شاء الله وفيش. نعم قلت لك ده آخر سوق مليون ريال سيدي. شرب أمرش أمرش يا حق. أعطيه العصا. حاضر حاضر يا حق. ألو قلت لك ده آخر سوق ما يخالف ما يخالف. ماشي حبيبي ماشي ماشي الله يخليش. شوشران شوشران بارش الله وفيش بارش الله وفيش. مع السلامة مع الله يهنيش. مع السلامة مع السلامة مع السلامة. تعبان تعبان وعيان وما نمت مزيان. ومال اشنو عندك؟ ايش اقول لك يا اختي ايش اقول لك؟ عندي مليون دولار سيدي. شرب امرش امرش يا حاج. اعطاه العصير. حاضر حاضر حاضر. قلت لك يا اختي عندي مليون دولار غرقت في البحر. غرقت وافترى لي حتى غرقت. اش غادي نقول لك اختي؟ عندي واحد البابور ديالي كان جايب الشاي من الصين وجاي داخل بالليل لمرسى وهذيك الدخله اللي داخل خرج لي واحد الباطو هز شي حراقه. الشيفور ديال الباطو ديالي جايب راكي على الحراقه ويخرج بالحيط. خرج بالحيط تشتت اتاي غرقوا الحراقه ومشى المليون دولار. الله 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 ويس الله يخلف لك. ما انت شي مخصوص مخلوق. انا باوفي غير هادو الحراقه مساءن عم الله والديهم يديرين عليهم. الله يشون في عونهم. الله يشون في عونهم. هلال. نعم يا حق. ما سأل عني ولا احد. شتير يا حق شتير شتير. هاي هاي اسمح لي نمشي نصبح على الشيخة مرجانة. تفضلي يا اختي مايحة. شان قول لي صباح الخير هادي أراد. ها إلا تحرقتي يا مصبوغ بلاص راي فرش خوف. شرب أمرش أمرش يا حاج. هاتي السيجار يا ولد. أمرش أمرش يا حاج. سيجار يا ولد. مين سأل عني يا إلهام؟ اتصل بك. نعم سيدي الرئيس المدير العام ديال البنكة. ايش يريد هذا؟ يريد احول فلوس عنده؟ ما يخال ما يخال. ومين ثاني؟ واتصل بك واحد المنعش عقاري بغاك تعاون معاه في انجاز واحد الشركة. ويقدر يتعاون معايا في بناء 10 شركات؟ سيدي شرام امرش امرش يا حاج. اعطيه العصر. حاضر حاضر يا حاج. مين تاني؟ واتصل بك. نعم سيدي الوزير. الوزير؟ مين فيهم؟ الوزير اللي كان ولا اللي أصبح ولا اللي ضل ولا ولا وزير من أخواتي كان؟ ما قاليش نعم سيدي قال لي وزير وصافي وخلى الرقم ديالو لو بغيت تتصل به. ومين تاني؟ مين تاني؟ بزاف د العيالات والبنات. شرام امرش امرش يا حاج. اعطيه العصير. حاضر حاضر نسوان نسوان يا الهام نسوان. شتير يا حقي شتير. ما بغاوش يخليو سميتهم. قال لك شنو ما شنو من بعد يعاودو يتصلو بك. الهام نعم. اوعي تقول الشلام ده قدام مرجانة مراتي. راها تشفر راها تشفر ويخرجها المؤمن يدخلها الشافر. والله ماني قايله حاجه يا حق غير تهنى تهنى.
شلي مالي السيد رئيس المدير العام؟ هي الاولى. نعم سيدي. شريف امرش امرش. تعال حبيبي تعال. حاضر حاضر يا حق. شريف انا فرحان وسعدان الحمد لله. وعندي رغبه عندي رغبه يا حبيبي عندي رغبه اضرب. تضرب انت اضرب العمس خذ راحتك يا حق اضرب بالبوشس. بالبوكس نعمس خذ راحتك يا حق. سامحني حبيبي. الله يخليش يا حق. الله يخليش. الله يخليش. سامحني. الله يخليش. بسم الله بسم الله ما شاء الله. بسم الله بسم الله وعلى بركة الله. بسم الله وعلى بركة الله. يلا كبدة هات فصيخ بدا. الو لا تقطعش يا سيدي. هات الحاج الفرقوشي الرئيس المدير العام ديال البنكة. خليه يستنى شوية. ما تقطعش سيدي كيتكلم في خط اخر. واخا سيدي شريف هل تزيدك العمس خذ راحتك يا حق خذ راحتك. بارش عليا بارش عليا بارش عليا. تفضل يا حق. اهلا اهلا السيد رئيس المدير العام. كيف احوالك حبيبي؟ قلت لك في حوالي 500 مليون دولار سيدي. شريف امرش امرش يا حاج. اعطاها العصر. حاضر حاضر يا حاج. الو ايوه يا حبيبي لكن انا مستعمل مؤسستكم. ليش؟ في وحده طلبت قرض ما رادوا يقرضوها. ليش؟ شاين شاين قال ما شاين. اسمها إلهام عسول. فتح حساب في وكالة النجمة. وشالة النجمة. أيوة يا حبيبي أنا بريد لما أحط فلوسي عنده شب تساعدوا المقاولين الشباب. حاضر أتتكلم معاهم. شسرا حبيبي شسرا. أيوة يا حبيبي أيوة هحول فلوسي شلهم عند شب. ما يخالف حبيبي. مع السلامة. مع الله يهنيش. شوشرن شوشرن حبيبي. مع السلامة. إلهام. نعم حبيبي. غدا التقديم ملف ديالك وغدا تمشي دابا للبنكة. السيد رئيس المدير العام غادي يتكلم معاهم. يلا بارك الله فيك حبيبي. شكرا شكرا. شريف أمرش أمرش يا حاج. تعال حبيبي تعال. حاضر يا حاج. بقات لي قضيتك انت نهديها وغادي نزل الستار. امال فين مرجانه مراتي؟ الشيخه مرجانه في الخارج. مرجانه يا حبيبتي يا حبيبتي يا مرجانه حبيبتي. واش تو قعدوا معايا قاع؟ غير زيد صبر شويه. ياك انا ما تكلمتش. غير زيد صبر شويه غادي يدوي معاك. تكلم كنت كلمتك وحسبتي ساك في ديك سير تجلس بسالات. الشيخة مرجانة زوجي قادمة. الله يقدمها بخير يا حاج. اللمة الحلوة شو هالناس الحلوين. يا صباح شم يا صباح شم. صباحش ورباحش ومية ناقة فمراحش. الله يخليك. صباح الفل والقرن فل يا فل. ويبارش فيش مهد عيوني يا عيون عيوني. أمال فين حبيبتي إلهام؟ إلهام؟ إيه؟ إلهام حتروحي البنشة. آه
تروحي البنشة تسوي من في اللي على بالك. مولاتي مرجانة سامحيني أنا خارقة. خرقي يا بنيتي خرقي. خرقي معي خال. روحي إلهام الله يوفقك. آمين. ماما أنا مشيت تكلفي وجاوبي على التليفون. أني هانية غندير بحال عن أم أم راني مخلوعة. دعيو معايا دعيو معايا. تمشي سلمة وترقعي خدمة يا بنيتي. يا رب والله يهنيكم. الله يهنيك. على خير. سلامة. ماذا عيوني؟ يا عيون عيوني. الله يخليك تسلم مع شريم. ما يسرع الشير لما يشوني قود السيارة. شو هذا؟ وسمعتي اش قالت؟ سمعت لها ما سمعت. اش قالت؟ قالت بلي ما نبقاش نجري ملي نكون سايق السيارة. ايوا هادشي غنبقاو غير نقولو نعاودوه. العفو العفو. واش ما شتيش هاديك السيدة شنو دايرين فينا؟ العفو. واش بغيتي تقتل لي شيخة وتخليني شاد التعريجة بوحدي؟ ميدي الميدي. نعم. ايوا تألم مع الراجل. مين الراجل؟ والعلى مين الراجل؟ المقدم على نسيتي؟ شريم؟ أمرش أمرش يا حاج. أعطاها العصير. حاضر حاضر يا حاج حاضر. الله يرضي عليك الله يرضي عليك. إلى ما تلأسر حرم صباح وآلس. اسمعي أختي كنزة، شتي هذاك المقدم باغي نكلفو بواحد المهمة وخصني حتى نفضي قضية كريم حتى هو. فهمتي؟ سامحوني سامحوني. دي قلتان دي قلتان. روح حبيبي روح روح. الو الو مين معايا على الخط؟ مين؟ بوي. اهلين بوي اهلين. شيف احوال شوم شلو شلو تمام زين الله يبارك فيش. اي بوي اي رجانة اي وردي عليه لما قل لي جبنا معاه شوية ديال العود القماري. ماشي وصاري. ماشي بوي حبايبي بدو مصاري وعود القماري. اي اني بدي منا الشاي بدي مصاري. اي فلوس. لا بوي لا لا مش تير. مليون ريال. يلا شريم. أمرش أمرش يا شيخة. أعطيه العصير. حاضر يا شيخة. يلا حبيبي يلا حبيبي سلم لي عالشل. مع السلامة مع السلامة. مرجانة حبيبتي عيوني. ما شو انتي تشلمي مين؟ والله عيوني شلمت أبوي. بيسلم عليك شتير. الله يسلمه. مهدي عيوني. عيون عيوني. أبوي راح يبعت لي فلوس مش شتير مليون ريال. شتير شتير يا مرجانة شتير. لا حبيبي لا حبيبي مش شتير. أنا مش منبع علي شي. ما تطلبي فلوس من أبوشي. ليش حبيبي ليش؟ أنا قلت ما تطلبي فلوس. ما تطلبي فلوس. أنا قلت ما تطلبي فلوس. الله 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 اتقطع القلب.
ما تمشيش ما تمشيش يمشي عدوش واللي ما يبغيشيش. أكبر مصيبة شفتوا شفتوا أخوشم بيعمل فيا إيش؟ بيقلق راحتي خديجة. ما تقلقيش يا بنيتي وتقلقينا معاه. الله يلعب علي المهدي أباها هذا باغي تقرب عليها بشي برأمة في هذا. شوف أختي أنا ماني موجود. أنا قلتي ماني موجود ماني موجود. إتابات البزنس مان الحاج الفرقوشي شقول اللي بغاها سيدي. لسيدي ما يمقلش شي، عنده اجتماع مع شي مقاولين أجانب. أي قلبوا على شي مليار كلف اليوم شقارة الأنترون. أمرش أمرش يا حقة. أعطيه العصر. حاضر حاضر يا حقة. باغي تخلي له شي وصايا سيدي؟ أتفضل. داور أو إي متشرفين متشرفين يا سيدي متشرفين. واخا سيدي الله يجازيك بخير يا سيدي. لا ما ننساش ولا علي ونهاني يا سيدي. الله يكثر خيره. السلام على سيدي. السلام يا سيدي. السلام يا زمان. هذا المدير العام المدير العام ديال شريعه الاخضر الملف ديال الدكتور اريف قشر عليه وعينه مدير. واليوم اليوم اليوم غيصلوا قرار التعيين. سمعتي يا مولاتي سمعتي ربي حن على وليدي ربي حن عليك يا وليدي حن عليك ربي يا وليدي ماما. قبل ما تفرشينا يا صار صار الليل يا صار صار الليل ارحم حبيبك صار الليل ارحم حبيبك صار الليل يا صار صار الليل يا صار صار الليل ارحم حبيبك صار الليل ارحم حبيبك صار الليل يا صار يعني لك شكرا شكرا. عرفتي دابا شنو غادي دير؟ حاضر حاضر يلا سير. ها ها ودابا يمقلت تكلم مع المقدم. دابا يمكن لي نتكلم مع المقدم. تفضل تكلم. اسمع السي المقدم. لاباس سيدي. واش عرفتي على صيفط عليك ولا لا؟ لا لاباس سيدي. صيفط عليك اسيدي لان السيده مراتي ملي جينا عند اختي هنايا لهذه المنطقه هذه عجبها هذا الحي ياك وتمنات انها تكون عندها شي فيلا ديالها في ملكها وقرنا انها كنعيطوا لك نتايا باش توسط لينا شي مع شي واحد من السكان ديال هذا الحي وتقنعوا بطريقه خاصه باش يبيع لنا الفيلا ديالك. وين العباس ديال القناه هما كلهم العباس اللي مستعدين يبيعوا الى قرعتهم الثمن. شوف العباس ديال انت غير اختار الفيلا اللي بغيتي وخليني انا نقوم بشغلي. المقدم لا المقدم
ها ما نوصيك شيء. ويبغيو هاي تنشؤا انشؤا انا ما عرفتش انشؤا. مهدي مهدي عيوني يا عيون عيوني انا والله عيوني شفت وحده اخذت عقلي. يسلم عقلك يا مولاي. خليت شي خليت قول لها سيدي. لا بس سيدي واش كتقول تدويره؟ لا لا بس سيدي انا كنخبط غير التكميله. تكميله هي كيشي دابا المولى عبد الزيك يعطيو لها الماندا على حساب على حساب شهر، ولكن هي كتسالي في 15 يوم و 15 يوم اخرى خصك تدبر من عند هذا من عند هذا من عند هذا من عند هذا. طيب طيب ساره بالبال ساره بالبال. شريم امرش امرش يا حاج تسلمني على التليفون يا شريم. حاضر يا حاج. اسمع يا مقدم انا اريدش تعمل شل 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 ما في وسعش وتساعدني اشتري فيلا قريبه من حبايبي الحلوين. يطول في عمرك زيد لي في مدادك. لا مولاتي اش قلت؟ قلت لك دير كل ما في وسعك وساعدها باش تلقى شي فيلا قريبه لحبابها الحلوين. الله ما يسر الله ما يسر. المقدم دير مجهود وراء بحلاوتك. ايه حلي لي يامك انا لك كل زي حلي لي يامك. الو الو يا واد كيفاش؟ لا ما يمكنش عباد الله. واش بغيتو تخرجوا عليا بعدو مني؟ واش بغيتو تقتلوني؟ راه هاد الفلوس هادو راه 20 عام انا في الغربه ما جمعتهم. واش بغيتو تخرجوا عليا؟ واش ديك النهار كتقولوا لي الكركاع اللي استوردنا من الموصل من اثيوبيا اللي الحليب حنا كنلقاو حاويه قلنا شي فاش ما كاين؟ يا لطيف يا لطيف. البارح قلتوا لي البابور اللي جايبها تاي دارك سيده مع الحراقه مشات المليون دولار قلنا شي فاش ما كاين؟ يا لطيف يا لطيف. اليوم كتقولوا لي البولات اللي استوردنا من موزمبيق اللي شحناها كتقول بيق. واش بغيتو تخرجوا عليا؟ واش بغيتو تقتلوني؟ بعدو مني انا ما بقيت غادي ندير مشاريع. انا غادي نرجع بحالي للطليان. بعدو ملي قتلتوني خرجوا عليا. مهدي مهدي عيوني عيوني عيوني. لا لا تتعصب عيوني لا تتعصب. ملعون ابو المصاري وش الطبيب منبع عليك. لا تتعصب لا تحرق دمش مرجان. عيوني انا ما نقدر اعيش مع هذا القوم. غير سمع عندي شوية الفلوس بغاو يهنشروني بغاو يريشوني بغاو يسيزيوني. حرام 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 يا ناس حرام حرام حرام. ازيكم 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 بعالي مدة ما شفتكم. حاش ازيكم حاش حرام حرام حاش الرجوع اللي خد يعاود يطلع عليك السكر ما يطلع. المهدي طابت أبط أخي شي إريزو ما أينش اللي عرفة ما تقبط ما تقبط. واش هيك ملت اللي قلقت؟ لا بس والله ما انا واسقسي سيد الحاج يقول كل شيء. قال لك سيدي شي بابور مع شي فيراج مع شي حراقه دار شي قصيده مع شي قرقع خاوي من اثيوبيا مع شي بالي من موزمبيق تيقولوا بيق والبلاي غادي تخسر تخليها الله وخلاص. وبارك من الله دار وزيد تجلس. اسمع السي المقدم. ايه عم سيدي. اسمعني الله يخليك مزيان. غتجي تبلغ هادشي للمسؤولين. ايه عم سيدي. وغتقول لهم انا بعيني تبلغ هادشي بامانه وتقول لهم عيني باش الدراج حتى عطى الناس الفلوس باش يديروا معاه مشاريع وفي الاخر كل شيء بغى ياكلوا. عقل على هادشي مزيان. عقل عليه عقل عليه عقل عليه وبلغوا المسؤولين بامانه ما نخافش عليك انا عرفت تبلغ. برشانه برشانه. عيوني عيوني. غادي تمشي دابا. ايه تجمعي شراوطش وتهزي شوانطش. انا لا يمكن عبات ليله واحده مع هذا القوم. ليه حبيبي ليش؟ خلينا شمان شوي. انا قلت نمشوا يا مرجان. لا حبيبي مش حنمشوا. انا قلت نمشوا نمشوا. لا 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 مش حنمشوا حبيبي. قول قول يا مرجان. خلينا شمان شوي حبيبي. ما انا تسلمت معاش يا مرجان. لا حبيبي مش خلينا شمان. ليش حبيبي ليش؟ لا تتعصب لا تتعصب.
خلينا شمان شوي. لا انا قلت نمشي 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 يا مرجان. انا قلت نمشي نمشي. وين الطريق اللي تسلقه؟ ماشي ماشي خلاص 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 خلاص. لا تتعصب لا تتعصب. نمشي لا تتعصب خلاص لا تتعصب لا تتعصب. شو؟ لا تتعصب. انا ماني معصب. لا تتعصب. قول قولي. شو؟ والله قلبك قاسي. والله قلبك قاسي يا ابو قلبي قاسي. انا قلت لي امشوا امشوا. خديجه خديجه ورايا. لا لا امر شبولي. يا لطيف يا لطيف طرطقات طرطقات فينا عوينا لصلات عنبي. يلا الروايع سويع الناقصة. انت ماشي غير زغبي وقعبي وما عند ازهر. انت اقدم اقدم الناس اصقع. اسمع عشان مقدم. ايه لا بس الله يرضى عليك. أمشي تبلغ هادشي المسؤولين هاك. والله ولا بس هاك شي بركة بقاش عندي الصرف كاعك. سير مع كريم اعطيه 1000 ريال وجيب 1000 ريال. بس بس بركة بركة الحاج والملا ترجع لي. لا والله ما خبط عندك الحاج. لا تحلمش عليا. لا حلو بلا قرط عندك والملار هذيك قدامي كلها تخسرت ورزتك حتى انا الحاج. واه الله يخلف الحاج بركة غير اعاصير. الله يخلف ما يجعل شي بركة. ما عندي ما يتسالك. انت اللي صدقتي راجل. انت اللي خممتي فيا وما بغيتيش يضيع عليا فلوسي. الحق ان شاء الله بحول الله غادي نرجع بحالي للطاليان غادي نجازيك. غادي نصيفطك واحد الكونطرا عاود فيها البيع. عاود فيها البيع راه ما خمسه ديال الخوت الحاج كنسي في الدار خصهم غير بيع ابنه. انا براسي ياك موظف مع الدوله والله وما يزيدوني هاد العام يا تنحرق. شريم امرش امرش يا حاج. الدين مقدم قبل ما يحرق الدين. حاضر حاضر. سيد الحاج وسع خاطرش وبارك من الهضرة خويا سيدي. ايوا صافي ها الامور كلها تسوات. شويه ديال الدعايه وعشا فاخر فوطي الممتاز ومراه خليجيه وسياره فخمه وانت وليتي من رؤوس الكبور والناس كلهم كيحترموك وكيقدروك وكيلقاو لك حلول لمشاكلك. افينكم حبيبي والله ما عرفت كيفاش نشكرك. ما عندك وليدي علاش تشكرني. انت قريتي وقبت الدكتوراه ديالك كان المفروض انهم يلقاو لك منصب شغل. وهذيك بنت خالتك حتى هي قبطت الدبلوم ديالها كان خصهم يساعدوها تفتح مقاوله ديالها. ولكن يا اخي الناس ديال هذا الوقت كيعرفوا يتكلموا غير بلغه المال وكان من المفروض علينا نتكلموا معاهم بلغتهم باش يفهمونا ونفهموهم ويلقاو لنا حلول لمشاكلنا. عفايلكم صافي. لا نقدم شيء قبل المهمة ديالو. تبارك الله عليك أخويا خططتي وتوفقتي. حتى انتم تبارك الله عليكم كنتوا هائلات موفقات في أدواركم. ها أتقول الأفقار ولا بلاء. سي المهدي سمسي راحنا متسناه. إيوا إيوا شو بشكون. تبارك الله عليك أخويا والله إلا كنتي هائلة. شكون؟ ها؟ عزيزي الصديق عزيزي بابا الصديق. بابا واحد خذ الله يخليكم الامور ترجع عادي كما كانت. كان شي علم يا بول فهمتوا. سعديه عيوني صافي ما كاين لا عيوني ولا وداني صافي سكين. سير عيد علي هاد الشراوط يلا انا غادي نمشي نبدل عليا. السلام عليكم. وعليكم السلام. تحية نضالية. بابا علاش لعبتك تحشناك. الله يسلمك أولدي. صديق صديق اش خبارك كيف بقيتي؟ لاباس عليك لاباس عليكم. وكي دوزتي الصفر شوية وخلاص شوية. وعلي داير مولاي يعقوب
الله على تتقسم دقس. شكون خلاك؟ شكون خلاك كنزة؟ واش المدير مسيفط لي الشيفور حتى الملاعق وبقى يقلب عليها؟ كيقلب عليك؟ هي غادي ترجع لخدمتك يا بابا بالزمن نوم. الحمد لله رجعت ولا طلعت. والمدير اعتذر لي قدام جميع الموظفين ووعد لي باش غادي يلبي لنا جميع الطلبات ديالنا. وبعدها انت حققتي ذا الشي اللي كنتي اتناضل من اجله. وما زال غادي ناضل من اجل الصالح العام. ولكن اصدق هالشي غير ما جاوزني عليهم. يا كانوا هزين معك الضد. خديجة هادوك راه ناس كامونيين. واش انا كنت ساكت ليهم؟ هادي واحد الرسالة ديالك كريم. هادي رسالة ديال كريم اللي رجعت للدار لقيتها تحت الباب. جوج ديال اللعوبات في ملاعقو بالحساب وقف عند راسي الشيفور. قالك ولا بدا خصك تهبط الرباط امر مستعجل. من شركه الاخذ والرد. بعد السلام. لقد تقرر تعيينكم مديرا للشركه المذكوره اعلاه، لذا يجب الالتحاق فورا بمقر عملكم. ماما شو المقال اللي كتبتها؟ شنو دار؟ ما خدموا الاول. هادوك الا سكتي اليوم راك مشيتي. دابا خدموا الولد بغاو يسقطو. ماشي لخاطرهم، راه عارفين اش كيديروا. شتي دابا كون ما صفوليش المشاكل ديالي ما غاديش يبداو عليهم غير البلا. اختي كنزة قولي يا غرزي الحيط عفاك. اصدق بهاد المناسبة السعيدة غنطلعو للصالون ديالي الزرق. تما لالا غادي نتألسو وغنشربو الإيسان ديال أتاي، وعندي الإح والعاب والأراسل والفقاش ونضحقو ونلعبو ونعاودو النقاط. اش ظهر لك؟ هو الأول. أنا هو الأول. الله زيد عليك كريم. نعم ماما. اجي وليدي شرب معنا كويزتين. لا انا ماما غير خليوني مسقوم. الله يكون في عوانك يا هو. يلا خليه هو على المسقومه. خديجه اختي الا لا وخيتي، ايوا هادي الاحلى خديتيها وهادي عطيتها لك وبغيتي حتى هادي دابا نعطيها لك. ودابا الى جات ايلام كيفاش غادي نبدا؟ كنظن ابتداء من الان ما بقى عندي علاش نحشم. الخدمه غادي نخدم. الا تلقى مدير شركه مع فارماسي انا اش غادي يوقع؟ الحب على الجهد. ايلام على سلامتك جيتي. الله يسلمك. فين هي ماما؟ هي هي ماما وبابا كيشربوا اتاي. اش داكشي؟ انت شوفي قراي وحتى انت شد دقعه. هنيه عليك يا كريم، فرحت لك حيت تعينتي. حتى انا والله الا فرحت لك حيت سينيتي. بارك الله فيك. إلهام. نعم. دابا الا زعمت وطلبت من ماما وبابا يطلبوا يديك من ماماك وباباك تقبلي؟ ايوا حتى تزعم ويكون خير. انا عرفت قبلها غير من ضحكتك. غادي نمشي نقولها اليوم وفين ما بغا تخرج تخرج. يلا شاف كريم بهذا القلده وهاد الفرمه كاع ما يقول عليه حشومي. بيناتنا انا بغيتو يبقى هكا لانه واحد صاحبتي كتعاود لي على خطيبها كان اكثر منه. غير تزوجو هز ربي ما عنده، ما بقى لا كيحشم لا كيعرق. إلهام. اهلا بابا. على سلامتك. على سلامتك يا بابا. بنتي توحشناك. انا بنتي توحشتكم. فين ماما؟ راهم كيشربوا اتاي، هي وخالتي وراجلها ولدها وحبيبي المهدي. مازال كلهم هنا؟ كلهم. وفي بالهم بلي انا غادي نرجع للخدمه ديالي وبلي السيد الرئيس اتصل بيا شخصين بالهاتف واعتذر لي مسكين وطلب مني السماحه. فراسنا يا بابا وفرحنا لك بزاف. نزيدك الملف ديالي اشرو عليه في البنكه وغدا غيدوز لي الكريدي. الله على راحه. واش عرفتي يا بنتي هذه النتيجه ديالاش؟ لا بابا ما عرفتش. الانسان اللي كيكون متشبت بالمبادئ ديالو. وكيأدي عمله بكل اخلاص لا بد كياخذ الجزاء ديالو. طبعا بابا. والجزاء ديالك انت خديتيه. معلومه بنتي. السلام عليكم.
وعليكم اهلا سيدي. على السلامه سي عثمان. على السلامه. على السلامه. الله يبارك فيك. الى منظره كله تمام ما يخالف. الله يرضى على بنتي. غادي تقولي للسعديه تجيب لي واحد الكويز للقوالة كان ممكن. هي الاولى حبيبي. اه سي عثمان كيف كانت الرحله؟ الرحله كانت معتبره. ايوا ارتحيتي ليا مع راسك. واش كون خلاك؟ يلا بدينا كنحسو بشي شويه ديال الراحه حتى جا الهاتف ديال السيد الرئيس. اش داكشي قال لك عتقني بوجهك؟ رانا محتاج ليك ياك لاباس. قال لك اسيدي بلاصتك راه بقات خاويه وما كاينش اللي يعمرها من غيرك. ياك ما هذا شي مشكل صعيب ما لقاوليش الحل وعيطوا لك انت باش تعتقو. مشكل والله يجيبك على خير. ما فراسك ما تعاود. وخافوا على روسهم لان نهار قالوا لي غادي ندوزوك في المجلس التاديبي هددتهم. قلت لهم ردوا بالكم راه غتجبدوا البلا على روسكم. رانا ماشي سويل. قلت لهم رانا غادي نفرقع الرمانه وما يتخلعوا وما تشدوهم القفقافه. اسمح لي تسنى لي تفضل يا ناري. مسكين مقلوبه عليه القفه. قال لك خافوا منه ما حنا غير بعرسو بالحق. مزيان مزيان بنادم يكون تيق في نفسه واخا يكون غلط. قالت لي الان بغيتي القهوه. ايه بغيت القهوه. فين هي القهوه؟ صافي دابا انا تاعت مهمتي رجعت السيد ديال الخدامه. ايوا شنو بغيتي ندير لك؟ راه مسرحيه سالم. ايوا وانا شنو شات لي من هذه المسرحيه؟ كلهم دبروا على راسهم وانا خرجت في السوق. ايوا لاله حتى انت راك غادي تدبري على راسك. ايه ما شفت والو. لا لا هذه المره ان شاء الله غادي تشوفي بصح. غادي تقول لي غادي تخطبني من عند عزيزي داك الاسطوانه ديالك وحفات. لا لا هذه المره قلتي لا تعاود تسخفي لي ونعاود ندور المسرحيه من الاول. قلتي هاد المرة إن شاء الله رانا واقيلا غادي نزعم وغادي نتكل على الله وغادي نخطف مع عند خوتي. وتبتي ها هي ما بغيناش. وتبتي الله يرضى عليك. صافي نعلي الشيطان. سلمي ها وا كون راجل وغنوريك السعدية علاش قادة. السعدية سيدي أجي بغيت نسولك واحد السؤال. قول لي دابا ان شاء الله ملي غادي نتزوجوا كيفاش غادي ندير؟ ها ويلي على بهال غادي ندير كيديروا مزوجين كلهم. لا ما فهمتيني شنو بغيت نقصد. بغيت نتزوج جوج كلمات واش قاد ولا ما قادش؟ قاد قال ما قادش. عباد الله عباد الله كتسالي معايا الدريريات كتذوبني كتقتلني بالعق بالعق حتى انا ما كاين شي مني. هادي السير راه مطالع عليها غير بالهضور. غادي نخطبك واش خطبه ما كاينه. ما عرفتش علاش ديما متردد. راس كيقول لي زيد راس كيقول لي توخر راس كيقول لي زيد راس ما عرفتش شنو هو السبب. الله يهديك خلاص عثمان الله يهديك. داكشي دابا اللي قلنا غادي نلعب وفين غادي نلقاو بحال الله يهديك. والله يهديك انت. واش هما مازال كاع ما قالوا بسم الله في الخدمه غادي يتزوجوا؟ حنا دابا ما غنضربوا شي اغيط غير تسمى مخطوبه لولد خالتها. يا لاله نضربوا الكاغيط ولا الكاسومه ولا عرفتي ملي قلت لماما وبابا يتكلموا مع ماماك وباباك قلبي بدا كيضرب. وحتى انا ملي جا قالها لي من بعد ما قالها لباباك قلبي بقى كيضرب. انا كنت قريت في واحد الكتاب القلب كيبدا كيضرب من علامات الحب. اويلي حبيبي اويلي على حشومه. يلا بحالنا يلا بحالنا حبيبي حبيبي. هاش لا حبيبي انا حشمت. هاشي ما تحشمش. لا والله انا حشمت حبيبي. هاشي وليدي ما حشمتش. غير اجي ما تحشمش. اجي يا وليدي اجي الله يرضى عليك. غير اجي ما تحشمش. قال لك حشم دار الحياة على وجه الطراح. باقي كاع ما خدم وهو انا تخطب وقال لك حشم وانا كل شيء عندي وما قدرتش ندير. انا اللي ما كنحشمش.
شوف هاد الحشمة عند هذا الرجل كي داير هيا عندك نكون مسحور ولا لا في المانيع وخساني أندور براسي أنا ما كنتش قد بالخرافات أنا أنا عارف راسي نتقى خديجة الله يخليك وحلي ودنيك لا 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 غنتفاهم الله يخليك دابا الولد هو غادي يخدم وغادي يتزوج ايوا حنا ما نبالوش يا بروسنا خلاص الصديق بارك الله هاد الهضره حنا راه كبرنا على هاد الشيء اش كبرنا خديجه الله يهديك اش كبرنا دابا راه ملي نزلنا الحمل ديال الولد عاد خصنا نبالو بروسنا ونعيشو حياتنا اخويا وما الخوف حنا كنسرقو ويني خوك ويني هذا شوفا لا ما ماشي نتوما اللي كتسرقوا انا اللي كنسرق خليكم فينا هما الاخرين حتى ورا نبغي نهضر معاهم فينا اخويا راه كل واحد دايها في شغله ولا لا حتى انا بغيت نديها في شغلي الناس غتبقى تديها في شغلها وانا نبقى بلا شغل عافاكم عافاكم كنزه الهام قررت باش غادي نتزوج تزوج اي نتزوج مالا جاتكم عجب ولا تزوج بالمسرحيه بغيت نقول بالسعديه السعديه اي مالا ما عجباتكمش ولا هذا هذا شكراً أيها الحضور الكريم باسم أعضاء فرقة المسرح الوطني محمد الخامس التابعة للمسرح الوطني محمد الخامس أشكركم جزيل الشكر على تشجيعكم لنا وتجاوبكم معنا ونتمنى صديقين أن تكونوا قد قضيتم معنا لحظات ممتعة أدخلت السرور والبهجة على قلوبكم. إذا تفضلتم وسمحتم سأقدم لكم المجموعة الفنية التي كان لها شرف تقديم هذه المسرحية أمامكم عزيز العلوي الهاشمي بن عمر محمد ابن بار مليك العمري سعاد خوي نورا السقالي نسهر القرابي عزيز موهوب صمم المناظر الأستاذ الهاد الشمي بن عمر أنجزت المناظر بمعامل المسرح الوطني محمد الخامس أما الإخراج فهو للأستاذ عبد اللطيف الشراوي هذا
انت. هذا انت كانت من تاليف الفنان محمد الجم.